مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج 90 دقيقة بنغطي فيها وبنركز فيها مع حضراتكم على أبرز الملفات والقضايا والمتابعات اللي قائمة وموجودة في مصر. وعايز أبدأ مع حضراتكم الحقيقة بنشاط مكثف ومليء ومزدحم بالتفاصيل للرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الثلاث أيام اللي فاتوا. دايما بنقول إن الويك أند هو فرصة للراحة، فرصة للاسترخاء، لكنه نهاية الأسبوع ده تحديدا كانت بداية شغل أو استكمال للشغل في ملفات كثيرة مختلفة. بدأت بزيارة لمحافظة البحيرة وتحديدا للأبعدية، وتم افتتاح لعدد من المشروعات المتعلقة بتحسين حياة المواطنين، مشروعات حياة كريمة، توفير حياة كريمة وآمنة وآدمية لمواطني البحيرة. وشفنا مشاهد الحقيقة كانت لافتة جدا، وشفنا حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مجموعة من المواطنين، حديث من القلب للقلب، ويعني حوار فيه الكثير من الشفافية والصراحة حوالين قضايا كتير مختلفة. شفنا كمان انتقال الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرج العرب والإسكندرية، ومن وراهم متابعة الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى. في النص تخلل هذه الجولة أو هذا النشاط المكثف يعني مجموعة من التفاصيل. بعد زيارة الأبعدية في البحيرة وافتتاح عدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة، الرئيس تفقد مجمع دور المسنين واطمأن على النزلة بالدار، وأجرى أيضا حوار مباشر مع عدد من أهالي القرية. تفقد الرئيس الجامعة التكنولوجية في مدينة برج العرب، ودي واحدة من 7 جامعات تكنولوجية جديدة بدأت الدراسة فيها في منطقة الجامعات ببرج العرب الجديدة بالإسكندرية. ده طبعا ضمن توجه الدولة أنها تعمل جامعات تكنولوجية بأحدث النظم العالمية لتأهيل الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل، سواء محليا أو إقليميا أو دوليا، في القطاعات اللي محتاجها سوق العمل في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات. في نفس اليوم يوم الأربعاء الرئيس افتتح فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، شارك في جلسات مختلفة، وجه العديد من الرسائل الواضحة، وكان له يعني إسهامات كده في مناقشات مختلفة. يوم الخميس بقى الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء اسكندرية الكبير، وتم رفع العلم على سفينة وادي الملوك، أكبر وأحدث سفن الأسطول التجاري المصري، وده في إطار خطة مصرية طموحة هنتكلم مع حضراتكم عنها دلوقتي للتحول لمركز لوجستي وتجاري عالمي. وهنحكي في الجزئية دي ونتكلم النهاردة ليه مصر بتطور المواني الخاصة بها. لكن في إطار الحديث عن الجولة وفي إطار الحديث عن النشاط الرئاسي المكثف في مجموعة من المحافظات، الرئيس كمان تفقد امبارح الجمعة أعمال التطوير في عدد من الطرق والمحاور الكبرى في القاهرة. أنا ليه بقى بدأت مع حضراتكم بهذا النشاط المتنوع المختلف؟ لأنه على قد ما هو متنوع، على قد ما هو مكثف، على قد ما هو يعني نشاط حثيث الحقيقة، لكن لو ركزنا في تفاصيله هنلاقي أنه هو مرتبط ببعضه البعض. لو جينا نمسك أول حاجة افتتاح محطة تحيا مصر في اسكندرية، وجينا كمان نبص لمسألة تطوير أو تفقد أعمال تطوير الطرق والكباري، هنلاقي أن دول حاجتين متصلين جدا ببعض. وخلينا أشرح لحضراتكم ليه. مصر عندها خطة طموحة للتحول إلى مركز لوجستي للتجارة. يعني إيه مركز لوجستي للتجارة؟ وده مرتبط بموضوع المواني إزاي؟ أو مرتبط بموضوع الطرق إزاي؟ ليه إحنا طول الوقت شغالين على تطوير الطرق والمحاور والكباري؟ وليه إحنا بنسمع على مدار الكام سنة اللي فاتوا إن إحنا بنطور ميناء شرق بورسعيد، ميناء العين السخنة، ميناء الدخيلة، ميناء اسكندرية، ليه إحنا ميناء دمياط؟ ليه بنسمع الكلام ده كتير في وسائل الإعلام وبنسمعهم ونقراهم في الجرايد؟ إيه أهمية تطوير كل المواني دي؟ وإيه أهمية إن إحنا شغالين برضو على الطرق والمحاور والكباري؟ الاتنين متصلين ببعض جداً. ليه بقى؟ أولاً مسألة المواني، في نوعين من المواني، في مواني جافة وفي مواني بحرية. النهاردة مصر عندها موقع عبقري فيما يتعلق بالعناصر الجيوسياسية. أنت النهاردة بتطل على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وعندك إمكانيات كبيرة في موضوع البحار أو في موضوع المواني، تقدر أنت تركز عليها وتقدر أنك أنت تستغلها. فبدأنا نشتغل على مجموعة من المواني اللي هي عندنا، لكن ما عندهاش أي نوع من أنواع التطوير أو التقدم، يمكن بقالها أكتر من 25 أو 30 سنة ما حصلش فيها أي نوع من أنواع التطوير. عندنا 50 ميناء بحري
بتطل على البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة وقناة السويس، لكن للأسف إنه المواني دي قديمة جدا، متهالكة جدا، ما عندهاش القدرة إنها تستوعب التطور اللي حاصل في سوق التجارة العالمي. طيب لما بنقول تطوير المواني، يعني إيه تطوير المواني أو إيه اللي بيحصل في تطوير المواني؟ إيه اللي بيحصل في تطوير المواني هو عمليات توسعة للأرصفة، اللي بيحصل هو عمليات تعزيز للبنية التحتية في المواني، اللي بيحصل كمان هو عمليات يعني تعزيز لقدرات السفن والحاويات في نفس الوقت. كل ده بيرتبط بإيه؟ بيرتبط بأنك أنت تطور من حالة الطرق والكباري عشان تربط المواني دي بالطرق والكباري وتربطهم بالمناطق الصناعية والمناطق الاستثمارية. في الخطة كمان، الخطة اللي احنا عندنا الخطة المصرية الطموحة، ان احنا نربط المواني البحرية، نربطها بمناطق صناعية واستثمارية. بمعنى السفن اللي بتنزل دي معاها حاويات، الحاويات دي مليئة بالبضائع، ايه اللي بيحصل؟ البضائع دي فورا تبدأ تنزل، السفن والحاويات تبدأ تنزل البضائع اللي عندها تحطها على الأرصفة، وتبدأ فورا عمليات إنتاجية مختلفة، تبدأ عمليات تصنيع، لأنه في كتير من البضائع اللي بتمر عبر مواني معينة في العالم بتبقى محتاجة صناعات تكميلية، يعني بتيجي في صورة معينة لكن هتخش في صناعة تانية وتخش في مرحلة إنتاجية تانية. فيا سلام بقى لو أنت عندك القدرات التصنيعية والإنتاجية دي جوه المواني في صورة مناطق صناعية واستثمارية، تقدر من خلالها تعمل عمليات صناعية مهمة ترفع بيها من القيمة المضافة للسلع والبضائع، وبدل ما هي بتعدي على كذا محطة أو بتروح عبر كذا دولة وكذا مكان، لا تخرج من عندك في صورة نهائية. بدي أول حاجة بتحصل لها عمليات تصنيع وإنتاج، بيحصل عمليات تعبئة وتغليف، وتخرج المنتجات دي تخرج بعد كده للشحن، وتخرج بعد كده للأسواق النهائية. كل ده لما بيبقى بيحصل عندك في المواني بتاعتك في المناطق الصناعية والاستثمارية بتاعتك هيكون له تأثير كبير جدا، أولا على سهولة تداول البضائع في الأسواق، على السعر النهائي اللي بتباع بيه البضائع والمنتجات دي للمستهلك النهائي، لأن أنت وفرت كتير في عمليات الشحن اللي بتحصل في النص، لأن أنت عندك أرصفة بتستوعب كم كبير من البضائع، وبالتالي أنت مش محتاج تركن البضائع لمدة أيام، وكل ده بيعد عليك يعني إيجار أرضيات بالدولار لحد ما تفرغ الكلام ده وتخرجه للشحن أو تخرجه للمستهلك، وأنت ما عندكش مكان. كل ده مرتبط بفكرة التطوير اللي حصل في المواني المصرية، توسيع اللي حاصل للأرصفة، تعزيز البنية التحتية، التطوير اللي حصل للحاويات الموجودة جوه المواني. خطة طموحة جدا من شأنها أنها تحول مصر لمركز لوجستي عالمي. ليه دي مسألة مهمة قوي؟ وليه إحنا بنقول النهاردة أنه تحول مصر إلى مركز لوجستي عالمي أمر يمكن أن يكون فارق في اقتصادها؟ لأنه لو جينا نبص على المواني الأكثر ازدحاما في العالم هنجد أنه عدد كبير جدا منها موجود في آسيا، ميناء جوانزو، ميناء شانغهاي. شانغهاي بيعتبر الميناء الأكثر ازدحاما على مدار العالم، يعني في حوالين العالم، والميناء نجاحه مش بيتقاس بهل هو كبير ولا لا، هل هو يعني متطور ولا لا، لا هو بيتقاس بقد إيه هو مزدحم بالسفن، وقد إيه بتنزل عنده سفن بشكل يعني على مدار اللحظة. فمينا شانغهاي هو من أكثر المواني ازدحاما في العالم، يلي بقى جوانزو، يلي سنغافورة، يلي المواني الموجودة في تايوان. المفاجأة أنه كلهم موجودين في آسيا أو معظمهم موجودين في آسيا، بالإضافة لعدد من المواني الموجودة في أبو ظبي. لكن ما نقدرش نحن نغفل أهمية وجود المواني دي في آسيا، وأنه آسيا بتتمتع بقدرات إنتاجية. عندك الصين النهاردة شوف وضعها عامل إزاي في الاقتصاد العالمي. فالنهاردة لو قدرنا نعمل ده في الاقتصاد المصري، لو قدرنا نعمل طفرة في مجال تداول ونقل البضائع والتجارة عبر البحر زي ما عملنا كده في موضوع قناة السويس اللي بقت تمر فيها تقريبا 12% من حجم حركة الشحن في العالم بتمر عبر قناة السويس، لو قدرنا نعمل نفس الموضوع من خلال المواني اللي احنا قاعدين نشتغل عليها ونطورها ونربطها بشبكة من الطرق والمحاور عشان نربطها بمطارات ونربطها بمناطق استثمارية ومناطق صناعية، هيبقى تقدم كبير جدا وتقدم اقتصادي كبير. أنا مهتمة أن أنا أعرض لحضراتكم مجموعة من المعلومات كده يعني نستعرضها ونفكر فيها مع بعض وإحنا بنتكلم عن المواني، ومعلومة هي مش معروفة أو تفاصيل مش معروفة الناس كتير، وإحنا دايما نسمع عن تطوير المواني، لكن برضو يعني إيه، وبرضو إيه هي المواني في المنطقة العربية اللي هي تعتبر
شهيرة وبتهيمن على الترتيب العالمي. لو جينا نبص مثلا مع حضراتكم هنلاقي أن المواني العربية موجودة بقوة على مؤشر أداء مواني الحاويات الصادر عن البنك الدولي. على النحو التالي بقى، أول حاجة مؤشر أداء مواني الحاويات العالمي بيعتمد على إجمالي عدد الساعات اللي بتتوقف فيها السفينة في الميناء. كل ما عدد الساعات تبقى قليلة اللي بتتوقف فيها السفينة في الميناء، كل ما ده يبقى معناه قيمة أكبر وفلوس بتتوفر، وبالتالي تداول أسرع لحركة البضائع والتجارة. طيب ميناء بورسعيد في مصر هو ضمن قائمة الأفضل عالميا، وده بالمناسبة من المواني اللي برضو حصل فيها تطوير كبير جدا في نفس النقاط اللي كنت بحكي لحضراتكم عنها، ولذلك أصبح من ضمن قائمة الأفضل عالميا. طيب ليه بقى ميناء بورسعيد متقدم بالشكل ده؟ لأنه عدى 3 مراكز ووصل للمركز العاشر في مؤشر أداء مواني الحاويات لعام 2022 من بين 348 ميناء حوالين العالم. تقدم 3 مراكز أو 3 مراتب وتحول إلى المركز العاشر من ضمن 348 ميناء حوالين العالم بعد التطوير اللي حصل فيه. مجموعة أخرى من المعلومات برضو حابة استعرضها مع حضراتكم، وبالمناسبة هنشوف دلوقتي صورة لأعمال التطوير اللي حصلت في ميناء بورسعيد توضح لنا برضو حجم الشغل اللي حصل في الميناء وقد إيه التطوير اللي حصل فيه وقد إيه ده كان جزء من الخطة الاستراتيجية اللي مصر بتشتغل عليها للتحول لمركز لوجستي لنقل وتداول البضائع والتجارة، واستغلالا بقى واعتمادا على الإمكانيات والقدرات اللي عندها وبتتمتع بيها. طيب احنا اتكلمنا عن ميناء بورسعيد، في بقى نقطة مهمة جدا ان احنا عندنا في مصر اول ميناء اخضر في القارة الافريقية. يعني ايه ميناء اخضر وايه اهمية ان يكون في ميناء اخضر واحنا بنتكلم عن توجه عالمي للصناعات النظيفة وتوجه عالمي للحفاظ على البيئة وتوجه عالمي لمكافحة التغير المناخي؟ ميناء شرق بورسعيد هو أول ميناء أخضر في القارة الإفريقية، وهنستعرض مع حضراتكم مجموعة من المعلومات عن ميناء شرق بورسعيد. مصر بتستهدف في ضوء خطتها لتطوير الموانئ أنها تتحول إلى ما يسمى بالموانئ الخضراء، بتراعي الموانئ الخضراء البعد البيئي، بيتم فيها مراعاة يعني سلامة البيئة بشكل كبير جدا، وبيتم تشغيل الميناء بالكامل باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. يعني ما بيتمش استخدامه بحاجات تلوث البيئة فيما بعد، لا، هو ضمن التوجه الخاص بمصر والتوجه الخاص بالعالم للتحول إلى يعني مش بس مركز لوجستي، لا كمان احنا ما نلوثش البيئة واحنا بنتحول إلى هذا الهدف. خليني برضو أوضح لحضراتكم بعض المعلومات المتعلقة بمحطة تحيا مصر واللي كان بيفتتحها الرئيس في اسكندرية قبل ساعات، واللي شفنا فيها مشاهد مبهرة جدا، لأنه برضو زي ما تكلمنا عن ميناء شرق بورسعيد وزي أنه هو أول ميناء أخضر، محطة تحيا مصر فيها استخدام تكنولوجي غير مسبوق، يعني فيها استخدام أو توظيف لفكرة التحول الرقمي بشكل احنا ما شفناهوش قبل كده. ودي بعض المعلومات المتعلقة أو بعض المعلومات الخاصة بمحطة تحيا مصر. المحطة فيها 12 ونش من أحدث وأكبر أوناش للتفريغ وتحميل السفن العملاقة، ودي حاجة مهمة جدا، وزي ما قلنا كل ما يكون عندك عدد أكبر من الأوناش وعدد أكبر من المعدات اللي بتفرغ وبتساعد في انتقال البضائع والتجارة، كل ما معناه أنه البضائع مش هتقعد في الميناء لوقت طويل. كمان حاجة مهمة جدا، الأوناش دي احنا بنقول أنه في تطوير، لا ده هي كمان هتزيد ل 30 ونش باكتمال الطاقة الاستيعابية للمحطة، هتضم 32 جرار لنقل الحاويات، هتصل إلى 71 جرار باكتمال الطاقة الاستيعابية للمحطة. دي مرحلة من مراحل تطويرها وإحنا لسه بنتكلم عن تطوير أكبر. التشغيل بدأ الحقيقة في شهر فبراير 2023، ده التشغيل التجريبي للمحطة، وما زالت أعمال التطوير أيضا مستمرة. بتمتلك 92 معدة متنوعة بتعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة. طيب واحنا لسه بنتكلم عن محطة تحيا مصر، هي بتعمل بالنظام الآلي في شحن وتفريغ ونقل وتخزين الحاويات والبضائع، عشان كده كنت بقول لحضراتكم انه فيها استخدام غير مسبوق للتكنولوجيا. هي بتنقسم لثلاث محطات للتداول، حاويات، بضائع عامة وسيارات، فيها ثلاث انواع من التداول.
هي أيضا قادرة على تداول من 62 أو 72 ل 75 مليون طن بضائع سنويا، وده رقم كبير ويفوق القدرات اللي احنا كنا شغالين بيها على مدار السنوات الماضية. استقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت. طيب أطوال أرصفة المحطة تتراوح من أو يعني تقدر بحوالي 2530 متر طولي، وده بيؤهل المحطة أنها تستقبل السفن اللي ليها حمولات كبيرة، يعني سفن بقى مليانة بضائع وسفن ضخمة كبيرة جدا. كل ده بيصب في فرص عمل مباشرة ووظائف مباشرة، 7500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة. ودي مسألة مهمة جدا، لأنه احنا بنتكلم عن المشروعات القومية العملاقة، مهم جدا ان احنا نبقى منتبهين انه المشروعات القومية دي هي فرصة عمل وباب رزق، وبتفتح بيوت ناس كتير بشكل مباشر او عن طريق الوظائف غير المباشرة اللي بتخدم على الشغل دوت او اللي مرتبطة بالشغل دوت. لما بنتكلم عن 7500 فرصة عمل، يعني 7500 بيت مفتوح، 7500 راتب، 7500 فرصة للحياة، 7500 فرصة أمل لمجموعة من الشباب النهاردة اللي بيبحث عن يعني توظيف لقدراته، واللي عنده إمكانيات وعنده طاقات وإبداعات كثيرة، لكن دائما ينتظر الفرصة أنه يخرج هذه الطاقات، وينتظر الفرصة أنه هو يحسن من جودة حياته أو يرتفع بجودة حياته. طيب كل اللي احنا بنتكلم فيه ده الحقيقة مرتبط بأهمية متزايدة لمسألة الشحن البحري. النهاردة واحنا بنتكلم عن الاقتصاد العالمي، الشحن البحري هو أحد الشرايين الأساسية. ليه بقى؟ لأنه أولا بيؤثر بشكل ملموس على التجارة العالمية وتطور الاقتصاد. الشحن البحري يعني بيروح من خلاله 80% من مجمل التجارة العالمية في كل أنحاء العالم. كمان هو واحد من أقدم وسائل النقل عبر العصور والأكثر طلبا في السوق، لأنه هو ليه الأكثر طلبا؟ لأنه بيعتبر الخيار الأرخص للشحن الدولي، وكمان هو طبعا القدرة الشديدة على التغلب على المسافات الطويلة. وزي ما قلنا العنصر الاقتصادي عنصر مهم، لأنه أرخص بنحو 4 ل6 مرات بالمقارنة بالشحن الجوي اللي هو مكلف جدا. فإذا هو له تأثير كبير جدا على الاقتصاد العالمي. سفن الحاويات بتلعب دور رئيسي الحقيقة في إيصال البضائع الضخمة زي المركبات والمعدات الثقيلة والمواد المعدنية. دي نوعية من البضائع مش ممكن يتم نقلها غير عن طريق الشحن البحري، لأنه عنده القدرة لنقل كميات كبيرة جدا من البضائع والبضائع الثقيلة والكبيرة. فالنهاردة يعني مش ممكن أبدا إن احنا نمر مرور الكرام على افتتاح محطة تحيا مصر، مش ممكن نمر مرور الكرام على الخطة المصرية للتحول إلى مركز لوجستي للتجارة، مش ممكن نمر على الذكاء الطرح أو الذكاء الاستراتيجية لعدة أسباب الحقيقة. أولا لأن هي بتراعي أو بتأخذ في عين الاعتبار القدرات اللي بتملكها مصر في المجال البحري. مش ممكن يبقى عندنا كمية المواني دي، حتى وإن كانت طالتها يد الإهمال، حتى وإن كانت لم تطور لعشرات السنين، لكن مش ممكن نتجاهل إن احنا عندنا إمكانية أو عندنا فرصة إن احنا نحسن اقتصادنا، أو عندنا فرصة نبني على حاجة موجودة، وبالتالي أصبح عندنا خطة للتطوير المواني بترتكز على مجموعة من المحاور هبسطها لحضراتكم وهشرحها لحضراتكم. الخطة دي مكونة من إيه أو بتستند لإيه أو إيه هي أبرز عناصرها؟ خطة تطوير المواني المصرية الحقيقة أولا بتسعى وزارة النقل من خلالها لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات. الخطة بتستهدف خلق محاور لنقل ولوجستيات بتربط ما بين المواني البحرية والمواني الجافة والمراكز اللوجستية، عشان كده مهم جدا تطوير الطرق والكباري اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه دلوقتي. ده هيساعد انه يكون في تغطية جغرافية لمصر بخدمات كاملة في النقل البحري، وده برضو بيدعم خطة التنمية الشاملة لمصر والتنمية المستدامة. تطوير البنية التحتية والفوقية للمواني البحرية أمر مهم جدا بحسب الاقتصاديات السوق وبحسب كل المعايير الدولية، وده اللي بتتجه ليه أغلب دول العالم النهاردة. الخطة كمان بتركز على حاجة مهمة جدا، إزاي نربط المواني المصرية بمناطق الاستثمار عن طريق إن احنا نستغل الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة، الكل شغال بشكل متزامن وفي مسارات متزامنة.
من ضمن أبرز كمان التفاصيل عندنا في هذه الخطة هو تأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية. إزاي الناس النهاردة تبقى عندها القدرة على التعامل مع هذا التطور؟ لأنه الموضوع مش بس بنية تحتية ولا بنية فوقية، مهم جدا يبقى عندنا البيئة التشريعية اللي بتتلائم وتتماشى مع كل التطورات المحلية والعالمية، ومهم يبقى عندنا المعاهدات والالتزامات الدولية نبقى ملتزمين بيها وماشيين على خطاها. وده اللي خلانا مثلا نلجأ إلى تطوير ميناء شرق بورسعيد، لدرجة أنه أصبح يعني الميناء الأخضر الأول موجود في إفريقيا. تأمين المواني البحرية والعمل على رفع كفائتها ومسألة مهمة، ده كمان متزامن مع تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري عشان نقدر ننقل 25% من حجم تجارة مصر الخارجية. الأرقام والنسب الآن هي أقل من ذلك بكثير، لكن نقدر نرفعها ونقدر نعليها ونقدر نوصل لتنمية السياحة البحرية، وده هيبقى حاجة كده جانبية أكسترا أو حاجة إضافية نقدر نقول إن هي ميزة كبيرة بالنسبة لنا. تطوير المواني البحرية هو مسألة حيوية جدا ومهمة جدا في الاقتصاد المصري، ومن المهم إن احنا نتكلم عن تفاصيلها ونعرف تفاصيلها أكتر مع ضيفنا اللي بينضم لينا دلوقتي عبر الهاتف، وهو الدكتور أحمد الشامي، خبير اقتصاديات النقل البحري. دكتور أحمد مساء الخير. احنا الحقيقة حاولنا نرصد ونطرح أبرز النقاط وأبرز البنود المتعلقة بخطة مصر لتطوير المواني، لكن خليني الأول أفهم من حضرتك يعني إيه اقتصاديات النقل البحري؟ مش كل حاجة وليها تكلفة، حضرتك ما بتحققيش إيراد بدون ما بتكون ليكي تكاليف. فاقتصاديات النقل هي بتقول إيه حجم التكلفة للمنقول، مش مجرد جملة بقى، يعني في تكلفة لوجستية، في تكلفة مباشرة، في تكلفة غير مباشرة، واخد بالك؟ المهم إن هو هذا المنتج عشان يبقى يتواجد في السوق ويوصل لغاية المستهلك الأخير، مش منتج وحيد وفريد في العالم، فلازم في آليات تسعيره، وفي عناصر اللي بتستخدميها في صناعة هذا المنتج. فدي اسمها اقتصاديات النقل. طيب ازاي بقى اللي انت توصلي لافضل افضل وانسب سعر وحالة عشان تظلي في التنافسية. طيب ممتاز. بما انه مسألة تكلفة نقل البضايع او تكلفة وصول البضايع للمستهلك النهائي هي مسألة مهمة النهاردة، إزاي موضوع تطوير المواني بيأثر على تكلفة وصول السلعة للمستهلك النهائي؟ يعني ده بيفرق إزاي إنه السلعة في الآخر تبقى سعرها أرخص أو أفضل؟ هو بس المينا ده يعني مرفق لاستقبال وتصفير سفن، دي وسيلة اللي هي تتراكى عليها أو بتمكس عليها السفن عشان تبتدي تؤدي الخدمات لهذه السفن. الخدمات دي بتتمثل في إيه بقى؟ اللي هي العناصر اللوجستية كلها، التفريغ بتاع البضاعة، وبعدين تحميل البضاعة المفرغة على وسيلة نقل مناسبة. كويس، التفريغ ده له أكتر من وسيلة، أنت نوع البضاعة إيه اللي أنت هتستخدمي المعدة اللازمة ليها لتفريغها. بعد كده ما بتنزل البضاعة في الميناء، ممكن عشان لسه في ما زالت اجراءات بتتم اللي هي بنقول عليها الاخراج الجمركي. ايوه. فلابد يكون عندك صحات تخزين مناسبه تناسب المنقول. تتم اجراءات الاخراج الجمركي، بعد كده بيتم نقلها بقى على وسيله اخرى سواء كانت نقل سككي او نقل بري. وبتعد مراحل لغايه ما بتوصل لمكان التوزيع. وبعد كده لو ده توزيع جملة بيعد نقلها تاني لتوزيع نص جملة لغاية ما بتوصل للمستهلك النهائي. أنا بشكر حضرتك طبعا دكتور أحمد الشامي خبير اقتصاديات النقل البحري، ودي النقطة اللي أنا كنت عايزة أوصل لها، إزاي أنه تقليل زمن بقاء البضايع والسلع جوه الأرصفة أو جوه المواني، تقليل الزمن دوت أو تقليل الفترة الزمنية دي في النهاية هو معناه تكلفة أقل لنقل المنتج ومعناه تكلفة أقل على المستهلك النهائي. عشان كده تطوير المواني هو مسألة أساسية وبتفرق في التجارة الكلية وبتفرق في أسعار السلع وبتفرق في
الوضع الاقتصادي بشكل عام. هاخد حضراتكم لموضوع هو مش بعيد قوي عن اللي احنا بنتكلم فيه، واحنا بنتكلم عن تطوير المواني وبنتكلم عن المناطق الصناعية الاستثمارية المرتبطة بالمواني. حصل لقطة الحقيقة امبارح في يعني دبي تحديدا، لكنها مرتبطة بمصر أو هي الحديث فيها يدور عن مصر. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان موجود في منتدى بيترسبرغ وتحدث عن مشروع لإنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر. تعالوا نسمع مع حضراتكم أو نشوف الفيديو دوت، وهو كان يعني عبارة عن واقعة بتحصل في الجناح الإماراتي اللي موجود في منتدى بيترسبرغ الاقتصادي الدولي امبارح الجمعة، ونرجع فهم حضراتكم ايه اللي دار. المشروع وعد فيما يخص بمصر إقامة منطقة صناعية هناك، وعارف كذلك عندنا فكرة في إقامة مثل هذه المنطقة في دولة الإمارات. أعتقد بمعاونة أصدقائنا بإمكاننا تحقيق ذلك. ممكن في خطة الرئيس أيضا تكون تعاون ثلاثي إماراتي روسي مصر مشترك. Вообще можно подумать о трехстороннем сотрудничестве, наше с вами и египетское. Не забывайте, что мы очень активно инвестируем в Египет. Да, я знаю. Ну, можно с президентом поговорить. Момкен нунакиш хадр молдуа ма раис сиси. هو ده الشغل، هو كده تدار الاقتصاد وتدار الأمور التجارية وبيتفتح باب للاستثمار في قاعدة صغيرة أو في جملة صغيرة أو في محادثة صغيرة بين زعيمين أو رئيسين اتجاب فيها سيرة مصر، تم الحديث فيها عن تعاون ثلاثي ما بين روسيا والإمارات ومصر في منطقة استثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. زي ما شفنا في الفيديو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان موجود في الإمارات بيتكلم مع الشيخ محمد بن زايد عن يعني منطقة استثمارية أو مشروع كبير وضخم، زي ما هو تحدث أو عباراته كانت بتقول مشروع كبير وضخم بيتم في مصر. على طول التقط طرف الخيط الشيخ محمد بن زايد وقال له طب ليه ما يكونش المشروع الضخم اللي بيتعمل في مصر دوت تعاون ثلاثي ما بيننا احنا الثلاثة ونشتغل فيه احنا الثلاثة مع بعض. فقال له يعني كده بمعنى الأمور يعني ليه لأ، أو إيه اللي يمنع. هكذا تدار الأمور، ده اللي بيفتح مجال الاستثمار وده اللي بيفتح أفق أوسع للاقتصاد. لو ما كانتش مصر اشتغلت على الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لو ما كانتش مصر اشتغلت على المشروعات العملاقة، ما كانتش سيرة مصر هتيجي في قاعدة أو في منتدى بيترسبرغ للأعمال، أو ما كانتش سيرتها هتيجي والناس بتتكلم عن أفق وفرص للاستثمار في العالم النهاردة. الكل يعلم أنه مصر هي فرصة كويسة جدا وساحة كويسة جدا للاستثمارات بكل التنمية اللي بتحصل فيها وبكل المشروعات الاقتصادية اللي بتتم فيها. المشروع دوت مشروع مهم جدا لأنه هيفتح باب للاستثمارات الروسية في مصر. الحديث يدور عن مفاوضات تجري من سنوات، الحديث يدور عن مكان هيبقى يعني مركز لوجستي ومركز للتجارة والاقتصاد وعمل الشركات الروسية من داخل مصر وتحديدا من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. نتعرف أكثر على هذه التفاصيل وأهمية هذا المشروع من الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور هشام مساء الخير. مساء الخير أستاذة هبة، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. وماذا نعرف عن المشروع اللي بيتم الحديث عنه، المنطقة الروسية أو المشروع الاستثماري الروسي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟ هو يمكن زي ما حضرتك أشرتي أنه مجهود كبير للغاية بذل خلال السنوات الماضية على محورين. المحور الأول هو إعادة تأهيل مناخ الاستثمار بشكل عام في مصر وبشكل خاص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبار أنه هو التخطيط أنه هذه المنطقة تكون محطة ارتكاز أساسية للاستثمارات اللي مش بس هتخدم على الاقتصاد المصري لكن هتخدم على القاعدة الأفريقية والمنطقة العربية. والأمر الثاني أنه الحقيقة في تفاهمات مع عدد من الدول العظمى اقتصاديا، بنتكلم على الصين بالفعل في منطقة اقتصادية صينية وأيضا المنطقة الروسية، الحقيقة الحديث بشأنها بدأ منذ عدة سنوات لكن يمكن كان في بطء نسبيا في تنفيذ الاستثمارات في المنطقة الصناعية الروسية. وأتصور أنه حينما يفتح الحديث في الوقت الحالي في ظل ظروف اقتصادية صعبة بتواجه المجتمع الدولي ككل، بالتأكيد هيكون مسألة هامة للغاية، لأنه بالفعل مصر من أكثر الدول الجاهزية للاستثمار بحكم البنية الأساسية اللي هي أنفق عليها 8 تريليون جنيه خلال
الاعوام التسعه الماضيه. وبحكم يعني الاجراءات والتسهيلات الكتير اللي اتعملت في مجال استثمار وتسهيل اجراءات الرخصه الذهبيه الشباك الواحد، يعني قطعنا الحقيقه شوط طويل في المساله دي. صحيح، ونذكر للسادة المشاهدين بال 22 قرار اللي خده مؤخرا المجلس الاعلى للاستثمار وما تلاه من سواء كان القرارات اللي اتخذت على مستوى مجلس الوزراء او حتى داخل كل وزاره على حده في اطار التنفيذ الحرفي والدقيق لكل ما اتخذ من قرار. وبالتالي نقدر نقول انه الحقيقه الحكومه بتجاهد في مساله جذب الاستثمارات، اخذ في الاعتبار انه فيها في مشكله في تدفق روسيا مع على المستوى الدولي. لما مصر تحظى برقم مهم بالتاكيد ده هيكون اضافه كبيره للغايه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار. وهسيب الملف الاقتصادي الحقيقه شويه لانه في وقع مؤلمه جدا، وقع كانت غريبه جدا والناس كلها على السوشيال ميديا كانت بتتكلم عنها، اي حاله وفاه بيكون ضحيتها الطفل او اي قصه بيكون الضحيه فيها طفل بتوجع قلوبنا كلنا، ما بالك لو ثلاث اطفال من نفس الاسره من نفس البيت، الثلاثه اخوات بنتين وولد اتوفوا الثلاثه في ظروف غريبه، والناس بدات تتكلم انه السبب انهم اكلوا حاجات حلوه واكلوا حلويات وايس كريم، دي صورتهم اللي احنا شايفينها على الشاشه، البنتين والولد الحقيقه زي ما احنا شايفين كده شيء غريب جدا. وحتى الاخبار اللي تم تداولها على الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي انه الوفاه حصلت بعد تناول ايس كريم وحلويات. انا اول ما قريت الاخبار دي الحقيقه اتفاجعت، لانه مين من ولادنا ما بياكلش ايس كريم وحاجات حلوه، ومين من ولادنا يعني ماشي على سيستم الاكل المظبوط او سيستم الاكل الصحي؟ ما فيش الكلام ده. فاتخضيت والناس كلها بدات تقول لك هل في سبب تاني للوفاه؟ طب ايه القصه؟ طب ايه الحكايه؟ هل اكلوا حاجه بايظه؟ يعني هل هم اكلوا حاجه مثلا الحلويات دي كانت مسممه، الحلويات دي فيها مشكله، ولا هو الفكره في اكل الحاجات الحلوه نفسها؟ وبدات الناس يبقى عندها كده قلق وخوف، لانه احنا بصراحه من ساعه فيروس كورونا واحنا اي حاجه بتمس صحتنا وبتمس صحه الاطفال تحديدا هي حاجه مقلقه جدا، وناس عندها ميل للقلق الشديد. فايه اللي حصل وايه القصه؟ ده اللي احنا محتاجين ان احنا نعرفه. وهل الكميه كان ليها مثلا علاقه، يعني هل اكلوا سكريات كتير وهل كميه السكريات دي هي كانت السبب في حاله الاعياء؟ الحقيقه انه الاطفال كلهم اتنقلوا على المستشفى فورا، وبعد ما اتنقلوا على المستشفى حصلت حاله الوفاه. ايه التفاصيل وايه الموضوع؟ ده اللي هنعرفه من دكتور محمد المنيسي استشاري البطنه والجهاز الهضمي. دكتور مساء الخير. مساء النور يا اهلا وسهلا. هل ممكن تناول كميات كبيره من السكريات يؤدي للوفاه خصوصا في حاله الاطفال؟ هل ده ممكن طبيا؟ ودي حاجه مفزعه والثلاثه مره واحده، وخصوصا ان كل ولادنا يعني متسليين طول النهار على الحاجات الحلوه، ايه اللي حصل؟ الحقيقه لا، يعني لو بندور على اللي حصل هو احنا ما نقدرش نعرف الا من خلال الطب الشرعي، لكن الحاجات اللي هي ممكن تعمل لنا يعني التفسير الطبي على الاقل. احنا مثلا لو حد بياكل بيض رو، بيض ني زي اللي بيروح الجيم، ده بيصاب بنوع من البكتيريا اسمها السالمونيلا. لو حد بياكل اكل زي السوشي ده بيجي له نور ووك لايك فيروس او الفيبرو او ممكن يجي له فيروس الف. لو حد بياكل لحمه او فراخ مش مطبوخين جيدا فده ممكن يجي له نوع من البكتيريا اسمها السالمونيلا برضو او الكلوستريديم بيرفريزن. يتوصل للوفاه يا دكتور؟ ما هو ده اسمه تسمم غذائي، ده اللي احنا اللي انا بشرحه لحضرتك. اللي بياكل ملح، عفوا السكريات، عصاير او البان، حاجات داخل فيها الالبان، ده ممكن يصاب بحاجه اسمها كامبايلوباكتر. الحاجات اللي فيها جبن ده برضو حاجه اسمها انتيروكوليتيكا والليستيريا مونوسايتوجينز. في الحاجات اللي هي المعلبات اللي مش اللي فقدت صلاحيتها ده ممكن يجي لهم بوتوليزم، ده اللي بيجي مع الفسيخ. وده اشهر الحاجات اللي ممكن تبقى حاجات معلبات قديمه وفقدت الصلاحيه، فدي بينشط عليها نوع من البكتيريا اللي بتطلع لنا السموم زي اللي بتحصل مع فسيخ. طيب هل ممكن يكون ده اللي حصل في حاله الثلاث اطفال دول اللي حصل لهم وارد تسمم؟ كل الاشياء وارد. ما انا بحكي لحضرتك نوعيات الطعام وبتعمل ايه. السجق، الساسج والهوت دوجز
واللحوم بشكل عام ممكن يجي لها نوع من البكتيريا اسمها الاستيريا مونوسايتوم. انا فاهمه حضرتك في اللحوم والكلام ده مفهوم، لكن قصدي في الحاجات الحلوه، هل ممكن يكون جالهم تسمم من الحاجات الحلوه؟ ده وارد طبيا؟ ستاف او ستريبس، نوع من هذه البكتيريا تؤدي الى جفاف وتؤدي الى الوفاه. يعني مع اسمه تسمم غذائي. اللي حصل للاطفال ده كان بيحصل زمان في العصور ما قبل حفظ الطعام وما قبل وجود الثلاجات، عشان كده الناس كانت بتحاول تحفظ الطعام بالتمليح، بالتسخين، بالتجفيف. يعني هي في الحاله دي، في حاله الحاجات الحلوه، هل المشكله في الكميه ولا المشكله ان الحاجه ممكن تبقى بايظه؟ النوعيه، لا حاجه بايظه مش الكميه خالص، الحاجه بايظه. الكميه حاجه فيها فساد، فيها نوع من البكتيريا اللي احنا بنتكلم عليها دي، عامله سموم بريست موجوده، يعني البكتيريا تخمرت وعملت هذه السموم ادت الى هذا الوضع. لكن كميه الحلويات ما تعملش ده؟ لا 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 لا، ليس بالكميه خالص. لان دي حاجه مفزعه، كل العيال بتاكل حاجات حلوه بكتير ما تقدرش تسيطر عليهم يعني. لا ليس بالكميه نهائيا، الكميه هتاثر على السكر مش هتعمل. طب هل لو الاطفال دول فيهم حد مريض بالسكر؟ طبعا كان ممكن يخش في غيبوبه سكر، ده موضوع تاني خالص. وارد ان ده يكون سبب برضو من اللي حصل لهم ده، اذا كان مصاب بالسكر ومعروف انه بياخد انسولين في سن الاطفال. لانه دي حاجه من الحاجات اللي بتتقال الحقيقه، بس ما حدش طبعا عارف لانه لسه التحقيقات جاريه وشغاله، فالواحد مش عايز يستبق المعلومه. لكن ده الشكل العام لكلمه تسمم غذائي بشكل عام، اللي هو انا اكلت اكله في خلال 48 ساعه حصل مشكله في خلال 48 ساعه، في حاجات بعد 6 ساعات، في حاجات بعد 3 ساعات، في حاجات بعد 12 ساعه، في حاجات بعد ظهور اعراض بعينها. لكن مثلا حاجه زي بتاعه الكوليسترين بوتيليزم، اللي هي بتاعه الاكل المعلب، كاند فودز اللي بتبقى موجوده داخل البيوت او فقدت صلاحيتها، دي ده اشهر الحاجات اللي هي بيتحصل الوفاه دون اعراض خالص. يعني بتغلل ما فيش الاعراض او الحاجات الواضحه. شكرا لحضرتك دكتور محمد المنيسي استشاري البطنه على مداخلتك معانا. والحقيقه هي واقعه على قد ما احنا مش عايزين نستبق فيها التحقيقات او نستبق اللي هيخرج من الجهات المختصة، لأنه كل الأمور واردة. في ناس بتتكلم أنه الأطفال كان عندهم سكر، ولما تركوا لكميات كبيرة جدا من السكريات ده أثر وكان السبب في حالة الوفاة. البعض الآخر يتحدث عن الإهمال، البعض الآخر حط روايات غريبة وحط روايات أنه الحاجة اللي أكلوها كانت بايظة أو مسممة. كل شيء وارد، لكن هو بالنهاية يعني وقع لافتة جدا وتستاهل أو تستدعي الانتباه لأطفالنا بيأكلوا إيه، بيعملوا إيه، موجودين فين، وضعهم وحالتهم الطبية بشكل عام. فطبعا كانت واقعة الحقيقة مؤسفة جدا، وحادثة مؤسفة أنه ثلاثة من نفس الأسرة، وحاجة يعني صعبة جدا على الأسرة كلها يعني. حادثة تانية برضو كانت صعبة وغريبة وتفاصيلها ووقائعها كلها مؤلمة. النهاردة بنتابع طلب النيابة العامة سرعة إرسال التقرير الطبي لجثة ما عرف إعلاميا بطبيب الساحل. طبيب الساحل دوت اتقتل على زي ما احنا شايفين كده صورته، شاب زي الورد الله يرحمه، قتل على إيد زميله جوه العيادة الخاصة لأنه استولى على مبالغ مالية، وكان بيتكلموا أنه هو يعني إيه حصل عملية احتيال كده، أو هو كان ضحية لعملية احتيال. البداية القصة كلها حصلت إزاي؟ أنه غرفة عمليات شرطة النجدة في القاهرة جالها بلاغ من الأهالي، الناس بتقول البيت فيه ريحة، فيه ريحة، فيه حاجة مش مظبوطة. فطبعا الجهات المختصة وصلت، رجال المباحث وصلوا لي مكان الواقع، وبعد ما عملوا الفحص والتحريات اللازمة لقوا أنه الطبيب مقتول جوه العيادة الخاصة. بالمزيد من التحريات اكتشفوا أنه وراء ارتكاب الواقع دي هو زميله بسبب خلافات مادية بينهم تحديدا، يعني ده اللي بيتقال. وبعد كل الإجراءات والتحريات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. خلينا نعرف تفاصيل أكتر ونستمع مع حضراتكم ليه إيه اللي حصل في القصة دي مع الأستاذ عماد حسنين رئيس قسم الحوادث في موقع القاهرة 24. أستاذ عماد أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، إزاي حضرتك والسادة المشاهدين؟ أتمنى حضرتك تكون بخير، ولو أنه القصة مؤسفة ومؤلمة جدا. إيه اللي حصل في واقعة طبيب الساحل؟ بص القصة بس أنه يعني ذكرتنا او رجعتنا للقضيه بتاعت شيماء جمال، لو حضرتك تفتكر القبر والحفره اللي كانت محفوره بشكل يعني مأساوي. اللي حصل بالظبط يا فندم ان الطبيب المتهم طبعا بدون ذكر اسماء اتفق المتهمه وهي تعمل محاميه على استدراج الطبيبه العظام. هي القصه فيها زميل وزميله مش كده، او زميل وشخصيه اخرى سيده
سيئة تعمل محامية فيها ممرض كمان مساعد للطبيب. أوكي. ثلاث متهمين. الطبيب المتهم اتفق مع يعني المحامية أو المتهم على الاستدراج المجني عليه إلى مكان الواقعة بحجة إن أمها أو والدتها تعبانة، الحقني بسرعة علشان خاطر مش هتقدر تتحرك أو مش هقدر أجيبها لك العيادة بتاعتك. بس هو كان الغرض إن هم يسرقوه. اه بالظبط كده، يسرقوه يبتزوه لانه عارفين انه اهله معاهم فلوس، ده حسب اقوالهم في التحقيق. لا حول ولا قوه الا بالله. اه تمام. اتفضل يا استاذ عماد معاك. فحضرتك بس هو صوتك بيقطع شويه، مش عارفه اذا تقدر تتحرك او الشبكه يمكن فيها مشكله. ممكن اتحرك حضرتك. احنا معاك اتفضل. يا استاذ عماد سامعاني كده كويس؟ اه اتفضل. فبعد ما الطبيب اللي هو المجني عليه حضر الى مكان الواقعه، فطبعا اداه حقنتين، الطبيب المتهم اداه حقنتين في الرقبه بنج علشان يخدره ويقدر يتحكم فيه ويبتز اهله او يقول لاهله ان يعني في اصابه خطفه الطبيب ويقدر يطلب منهم فديه او يطلب منهم اموال حسب اقوالهم برضه في التحقيقات اللي قدرنا نوصل. فبالفعل اول ما وصل المجني عليه لمكان الواقعه ده حقنتين، هو بيدي الحقنتين يا فندم الا المجني عليه الطبيب اسامه يعني توفاه الله يوم. ربنا يرحمه. واحنا الحقيقه منتظرين نتيجه التحقيقات اكتر، لانه تفاصيل القصه يعني واضح انه فيها امور كثيره كده توجع وتتعب، يعني الناس تقتل زميل ليهم بسبب الفلوس او حاجه. تحديدا انت في اعلى فئه، يعني انت راجل طبيب حضرتك بين ايديك ارواح ناس. طبعا مع كل احترام والتحيه للاطباء، يعني حالات طبعا فرديه لكن يجب تسليط الضوء عليها. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ عماد حسنين رئيس قسم الحوادث في موقع القاهره 24. هروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع نستكمل بقيه ملفات 90 دقيقه، خليكم معايا. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، السيد أمبروز لويجي لوفوما وزير دفاع جمهورية زامبيا، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والممتدة مع جمهورية زامبيا، مؤكدا حرص القوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية. من جانبه أشاد وزير دفاع جمهورية زامبيا بدور مصر المؤثر والفاعل في كافة القضايا المطروحة داخل القارة الأفريقية، معربا عن تطلعه لتعزيز أفاق التعاون العسكري بين البلدين الصديقين. كما وقع السادة وزراء دفاع البلدين مذكرة تفاهم في مجال التعاون والتدريب العسكري، تضمنت عددا من الأنشطة التي تسعى القوات المسلحة لكلا البلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في 90 دقيقة. الحقيقة صحينا النهاردة على خبر مؤسف جدا، صحيح هو مش بيحصل في مصر ومش بيحصل في دولة عربية ولا بيحصل في دولة يعني على حدودنا أو قريبة مننا، لكن الحقيقة طبيعة الخبر نفسه أو طبيعة الحدث نفسه كانت مؤلمة جدا. النهاردة وسائل إعلام أوغندية أعلنت وصول عدد ضحايا الهجوم الإرهابي اللي وقع على إحدى المدارس في غرب البلاد ل 41 قتيل. حصل هجوم النهاردة على مدرسة من المدارس في غرب أوغندا، سقط في هذا الهجوم 41 شخص، بعضهم من الأطفال والتلاميذ وبعضهم من الناس اللي كانت موجودة في محيط الحادث. بالإضافة بقى لعدد الضحايا الكبير دوت،
أيضا في مجموعة من المخطوفين أو في مجموعة من المفقودين، مين المسؤول عن العملية دي؟ حاجة اسمها القوات الديمقراطية المتحالفة. القوات الديمقراطية المتحالفة دي هي جماعة من المتمردين في أوغندا، مجموعة تسمي نفسها أنها معارضة لكنها تدين بالولاء لتنظيم داعش الإرهابي. الخبر الحقيقة مؤسف من أكتر من زاوية. أولا إحنا يعني ما صدقنا أنه العالم ارتاح من خطر داعش وما يسمى بداعش أو تنظيم الدولة الإسلامية، وهم طبعا ما لهمش أي علاقة بالإسلام، وكان من ضمن يعني التركيز الإعلامي أنه ما يتمش دعوتهم بهذا الشكل أو تسميتهم بهذا الشكل. هم داعش، ما لهمش علاقة بالخلافة الإسلامية، ما لهمش علاقة بالدين الإسلامي، ما لهمش علاقة بأي دين من الأديان، إلا التخريب، إلا الفوضى، إلا القتل، إلا الإرهاب. وبالتالي ما صدقنا أنه خطر داعش أصبح أقل في منطقة الشرق الأوسط في سوريا والعراق اللي بدأوا هم ينتشروا من خلالهم، حتى فوجئنا بأنه التقارير الأمنية والتقارير تتحدث عن خطر كبير في القارة الإفريقية من هيمنة جديدة ومن عودة جديدة لتنظيم داعش في القارة الإفريقية، واحتمالية تحول إفريقيا إلى بؤرة جديدة للإرهاب متمثل في داعش. إحنا عارفين أنه إفريقيا فيها مجموعة من الجماعات الإرهابية أو التنظيمات الإرهابية، بوكو حرام، حركة الشباب، القاعدة موجودة بقوة في إفريقيا. داعش أصبح الآن أيضا يهدد عدد من الدول الإفريقية. السؤال هو هل تنظيم داعش بيعود لإفريقيا؟ حاجة مفزعة جدا ومقلقة جدا. التطور الآخر المهم إن احنا نتكلم فيه برضو النهاردة، أنه مصر خرجت بيان تعبر فيه عن خالص المواساة والتعازي لحكومة وشعب جمهورية أوغندا والذوي الضحايا في الهجوم المشين، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين. برضو نقطة مهمة، ليه مصر بتخرج بيان مع أنه احنا مش ناس كتير تعرف طبيعة علاقتنا بأوغندا، أو إيه اللي بيضم أو بيجمع بين مصر وأوغندا والعالم مليء بالعمليات الإرهابية ومليء بالعمليات العنف والتطرف والإرهاب؟ هنا السؤال ده محتاج وقفة ونظرة على طبيعة العلاقات المصرية الإفريقية. محتاج ان احنا نعرف قد ايه علاقتنا باوغندا هي علاقه شعبيه تاريخيه، علاقه تعاون مهمه بتعود لسنه 1950 لما احنا او مصر ساعدت في بناء سد اوين، وهو احد السدود الاساسيه في اوغندا. استمر الحال دوت وزاد التعاون بشكل كبير جدا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التوجه الجديد اللي حصل في طبيعه علاقات مصر بمحيطها الافريقي. وجينا بقى في 2017 طلب الجماعة في أوغندا، طلبوا مننا إحنا نساعدهم كخبرات مصرية وكدولة مصرية وكمؤسسات مصرية، نساعدهم في موضوع التصدي لخطر السيول. هم عندهم أمطار غزيرة جدا بتعمل لهم سيول، وبالتالي بتعمل لهم مشكلة في المحاصيل وفي يعني بتعمل لهم خسائر بشرية ومادية كبيرة. فاستعانوا بمصر في 2017 بطلب رسمي. مصر عملت لهم خطة متكاملة لدرء مخاطر السيول، استراتيجية كاملة شارك فيها خبرات محلية من أوغندا، شارك فيها مهندسين مصريين، خبرات مصرية، كفاءات مصرية، وساعدناهم بقى في مجموعة من المجالات الأخرى، مجالات اقتصادية، توليد الطاقة، تكنولوجيا، حاجات مختلفة بشكل كبير. فالنهاردة مش بعيد أبدا على مصر حالة التضامن اللي حصلت، والبيان اللي خرج أو اللي يعني اللي خرجته الخارجية المصرية واللي أدانت فيه بأشد العبارات هذا الحادث أو هذا الهجوم الإرهابي المشين. نتوقف عند تفاصيل أكتر حوالين هذا الموضوع، الهجوم وأيضا طبيعة علاقات مصر بأوغندا، مع الأستاذة نسرين الصباحي، باحثة بوحدة الدراسات الإفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. خلينا في البداية نضع هذا الهجوم الإرهابي الأخير في سلسلة الجرائم اللي بتعملها اللي هي القوات الديمقراطية المتحالفة، من عمليات القتل والنزوح واستهداف المباني الحكومية والأممية. فده الهجوم ده هو بيضيف للسلسلة اللي هي متابعة لهذا التنظيم. وهذه القوات الديمقراطية المتحالفة أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش عام 2019. احنا لو بصينا للسياق الإقليمي والداخلي لأوغندا هنلاقي أن أوغندا بتعاني من تمدد التنظيمات الإرهابية، وخاصة حركة التمرد اللي هي قوات الديمقراطية المتحالفة اللي بتنشط على الحدود مع دولة الكونغو. لكن أستاذة نسرين، الحركة دي أو الجماعة دي كانت جماعة معارضة الجيش في أوغندا، يعني أباد جزء كبير جدا منها أو تصدى ليها بشكل كبير، طلعوا بعد كده في الجبال وبدأوا يعملوا هجمات، صح كده؟
تمام. هي الحركة من التسعينيات كانت الأهداف بتاعتها الأول داخلية، وكانت معارضة للنظام في أوغندا، وبعد كده هم بدأوا إن هم يشنوا هجمات ضد الحركة دي. بدأت إن هي تمشي من مناطق تمركزها في أوغندا على مناطق الحدود بالقرب من دولة الكونغو الديمقراطية، خاصة من ناحية شرق الكونغو الديمقراطية اللي هي أصلا بتعاني دلوقتي. الكونغو الديمقراطية أو منطقة شرق الكونغو الديمقراطية بتعاني من أزمة مستمرة في ظل برضو تنامي حركة التمرد 23 مارس، وأيضا في ظل السياق الإقليمي المضطرب من النزاعات والأزمات في منطقة البحيرات العظمى في منطقة وسط إفريقيا. طب خليني أسألك سؤال، يعني بالخلفية المهمة اللي انت أمدتينا بيها وفكرة إمكانية تعاون الجماعات مع بعضها البعض عبر الحدود في الكونغو وأيضا في أوغندا، هل إحنا النهاردة قدام عودة تنظيم داعش؟ هل العنوان دوت صحيح أو دقيق ولا مبالغ فيه؟ لا بالضبط، هو تنظيم داعش بعد خسارته من منطقة سوريا والعراق هو بدأ ان هو يبحث عن مناطق نفوذ جديده، وان هو يعمل تحالفات في القاره الافريقيه، لان هي بتمثل بيئه حاضنه لنشاط التنظيم في ظل توفر الامكانيات والمقومات لذلك، لان منطقه البحيرات العظمى اللي هي منها اوغندا والكونغو الديمقراطيه هي اصلا البيئه الحاله الاجتماعيه فيها مترهله، فبالتالي هي بتشكل بيئة خصبة لنمو التطرف والإرهاب من خلال إن التنظيم داعش بيوظف السياقات الإقليمية دي لإعادة التموضع في مناطق جغرافية جديدة ومنها القارة الإفريقية، وبالتالي هو بيعمل تحالفات مع الجماعات اللي هي المتمردة أو الجماعات المسلحة ومنها قوات الديمقراطية المتحالفة، وخير دليل إن هو عمل تحالف جديد اسمه ولاية وسط إفريقيا اللي هي بتضم القوات الديمقراطية المتحالفة وداعش موزمبيق اللي هو كان أهل السنة والجماعة في دولة موزمبيق. فهو بدأ إن يعني عندنا تشكيلة جديدة كده أو تركيبة جديدة للجماعات المتطرفة، كومبو كده بيتحالفوا مع بعض. تمام بالضبط، منتهى الخطورة، منتهى الخطورة، وبيشكل على المنطقة أصلا اللي هي منطقة البحيرات العظمى اللي هي من بدري جدا متفاقم فيها الصراعات الداخليه والازمات اللي هي ما اتحلتش من التسعينيات، واللي هي البيئه الخصبه بقى من الصراعات الامنيه والسياسيه. البيئه الخصبه والحاضنه لهذه التنظيمات. طيب. بالتالي هو التنظيم بيتمدد ومش بس في المنطقه اللي هي وسط افريقيا، فهو برضو في شريط ممتد منطقه الشرق اللي هو في القرن الافريقي، وخاصه في داعش الصومال، وهنجد برضو ان هو في منطقه الساحل الافريقي وهي برضو فيها نشاط كبير لتنظيم داعش. كل اللي حضرتك بتتفضلي بيه استاذه نسرين الحقيقه بيضيف سبب اخر لاسباب الاهتمام المصري، وبيضيف سبب اخر او دافع اخر للبيان المصري اللي خرج النهارده، لانه ما حدش اكتوى بنار الارهاب اكتر مننا، يعني جربناه وشهدناه واختبرناه بشكل كبير ووقفنا عنده وتصدينا له ودينا درس للناس كلها في تصدي الإرهاب، وده بيشكل واحد من الأسباب الأخرى اللي مصر النهاردة بتقف إلى جوار أوغندا وبتصدر بيان غاية في الأهمية. فلو برضو تدينا إطلالة أو نظرة على فكرة علاقات مصر بأوغندا، وليه النهاردة مصر خرجت البيان ده؟ هو الحقيقة أن العلاقات بين مصر وأوغندا، أو يعني هي مصر أوغندا بتعتبر دولة محورية من دول حوض النيل، وهي المنطقة دي منطقة استراتيجية للعمق الجنوبي لمصر، فبالتالي أي تأثير وعدم استقرار فيها فبيأثر علينا بشكل أو سواء بشكل غير مباشر. فهي دلوقتي أصبحت ظاهرة الإرهاب هي عابرة للحدود، هي مش بس مقتصرة على دولة تهديد بدولة واحدة، لكن الخطر ده بدأ يتنامى من دولة لأخرى عبر الحدود، وبالتالي هي مصر تتضامن وتتعاطف مع الشعب الأوغندي وكافة الشعوب الإفريقية التي تتعرض لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد موارد وسواد مهدد موارد الدول الإفريقية. والحقيقة أن مصر كان لها تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب، وهي بدأت أن هي الدول الإفريقية تاخد من مصر الخبرة في مكافحة الإرهاب، ومصر الحقيقة بتقدم للدول الإفريقية مجموعة من التدريبات. في عندنا مركز الساحل والصحراء ده بيقدم خدمات للتدريب على مكافحة الإرهاب، بتقدم مساعدات
عسكرية بتقدم خبرات فنية للتعامل مع هذه الظاهرة الإرهابية. بشكرك طبعا، شكرا جزيلا نسرين الصباحي الباحثة بوحدة الدراسات الإفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. والحقيقة طبعا زي ما بقول لحضراتكم، هو الخبر كان مؤسف كده الصبح، والناس يعني أي عملية إرهابية هي عملية جبانة وخسيسة ومؤسفة جدا. لما تكون العملية الإرهابية أو الهجوم الإرهابي ده كمان ضحيته تلاميذ وطلبة في مدرسة، أخذنا العنف لمستوى آخر تماما، أخذنا العنف لحتة غير إنسانية بالمرة. النهارده الخطر الكبير ان العمليات الارهابيه دي اللي بتحصل في دوله افريقيه تتزامن مع عمليات ارهابيه في دوله افريقيه اخرى، يحصل شبكه كده من التعاون بين التنظيمات الارهابيه وبعضها البعض اللي هم بالاساس غرضهم اسقاط المؤسسات واسقاط الدول، وعندهم صراعات اثنيه احيانا قبليه احيانا سياسيه احيانا اخرى مع الزعماء والرؤساء والقاده الافارقه، لكن بيجدوا غطاء ليهم وبيجدوا شرعيه ليهم في التعاون ووضع اليد في اليد مع جماعات متطرفة زي تنظيم داعش مثلا، اللي دلوقتي بيجد له منفذ وبيجد له ثغرة في الدول الإفريقية بكل الصراعات دي، بكل المشاكل دي، بكل التحديات الأمنية والتحديات التنموية، بيجد له منفذ كبير أو بيجد له ثغرة كبيرة يمر من خلالها. اللي بتعمله مصر أو الرؤية اللي بتتكلم فيها مصر في كل المحافل الدولية هي ضرورة التصدي للإرهاب العابر للقارات. مصر دايما ترفع ملف محاربة ومكافحة الجماعات الإرهابية، لأنه إحنا زي ما أنا كنت لسه بقول أكتر ناس تكوينا بنار الإرهاب أو بخطر الإرهاب، وكمان لأن إحنا متفهمين وعندنا رؤية قد إيه الإرهاب ده شيء مدمر، وقد إيه الإرهاب ده واحد من أسباب وواحد من عناصر انتشاره هو غياب التنمية. لذلك تجد دايما حاضر في الرؤية المصرية فكرة التنمية، فكرة المشروعات القومية، فكرة أن يعني يبقى عندنا مجتمعات عمرانية وصناعية واستثمارية جديدة. الحاجات دي تتوجد مستحيل يكون موجود معها الإرهاب. التنمية موجودة يختفي الإرهاب تماما، العمار موجود، المشروعات موجودة، فرص العمل موجودة يختفي الإرهاب تماما، يستحيل تلاقيهم موجودين الاثنين في مكان واحد أو في بيئة واحدة. فالأمر كله متصل ببعضه البعض، وعشان كده برضو مصر من الدول اللي بتدعم بشكل كبير جدا مسألة التنمية في إفريقيا، وبتدعم التطلعات الخاصة بالشعوب الإفريقية في التنمية، وتلاقينا دايما حاضرين في إقامة المشروعات، في إقامة مشروعات توليد الكهرباء، في إقامة مشروعات المية الجوفية في إفريقيا، واحدة منهم أوغندا، نساعدهم في مكافحة السيول، نساعدهم في بناء السدود الهادفة إلى التنمية بما لا يضر أحد. كل ده حاضر وقائم في الرؤية المصرية. وبما أنه بنتكلم عن رؤية مصر كمان بخصوص إفريقيا، إحنا برضو قدام تطور مهم، وده بيقودني لموضوع آخر مهم نطلع حضراتكم على تفاصيله. النهاردة مسألة الحرب الروسية الأوكرانية بتشهد تطور جديد أو بيحصل فيها معطى جديد. إيه المعطى ده؟ إحنا طبعا بنسمع على مدار الشهور اللي فاتت دول كثيرة وقوى دولية كثيرة تسعى للوساطة. الكل النهاردة بيقول إحنا عايزين نتوسط، الكل النهاردة بيقول هندخل كل الأطراف تقعد مع بعض ونحاول نخلق حالة السلام أو وقف إطلاق النار أو الحرب الروسية الأوكرانية بكل التأثيرات والتداعيات اللي يعني أصابت العالم كله جراء هذه الحرب. النهاردة دخل على خط هذه الوساطة عنصر جديد أو طرف جديد، وهو المجموعة الإفريقية. الدول الإفريقية الأساسية النهاردة بترفع شعار الوساطة وبتشكل حاجة اسمها المجموعة الإفريقية اللي بتضم عدد من الدول في مقدمتهم مصر، واللي حطت مجموعة كده من التصورات أو مجموعة من البنود سمتها إجراءات بناء الثقة. بتشمل إيه البنود دي والوفد أصلا مكون من مين؟ خليني أقول لحضراتكم، الدكتور مصطفى مدبولي هو طبعا ورئيس مجلس الوزراء، هو يعني بيمثل مصر أو بيشارك بالنيابة عن مصر، راح طبعا كييف والتقى بالرئيس الأوكراني ضمن الوفد الإفريقي، ومن كييف إلى روسيا أيضا للقاء المسؤولين في هذا الجانب الروسي للحديث عن إمكانية وقف إطلاق النار. بيشارك أيضا في هذا الوفد عدد من الدول، بنتكلم عن رئيس جنوب إفريقيا، السنغال، جزر القمر، أوغندا وزامبيا، وأيضا ممثلين عن دولة الكونغو، بالإضافة لي زي ما قلنا مشاركة مصرية لافتة ومتميزة. الأهم الإجراءات المطروحة النهاردة أو اللي بيتم الحديث عنها في موضوع بناء الثقة هو أولا انسحاب القوات الروسية من بعض المناطق اللي بتسيطر عليها، اتنين
تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، 3 سحب مذكرة الجنائية الدولية بحق الرئيس بوتين، واللي طبعا يعني عملت حالة احتقان سياسي كبير جدا. لو الإجراءات دي اتحققت، وخليني أقول لحضراتكم أن ده طرح مهم وطرح منطقي إلى حد كبير، أو طرح عقلاني إلى حد كبير، لأنه معظم المحاولات الوساطة اللي طرحت من قبل كان دايما ناقصها شيء، أو كانت دايما يمكن وصفها من قبل طرف على حساب طرف آخر بأنها متحيزة. البعض يصف طرف أنه متحيز لصالح أوكرانيا، خصوصا لو كان الطرف دوت بيتبع لدولة أوروبية، والناحية الثانية يقول لك أنتم متحيزين لصالح روسيا. لكن الإجراءات المطروحة النهاردة من قبل الفريق الإفريقي أو الوفد الإفريقي هي إجراءات محايدة إلى حد كبير، وإجراءات فيها تفاصيل يعني تؤيد أو تفاصيل تبرد نار كل طرف، أو تدي الحاجة اللي محتاجها كل طرف على حساب الطرف الآخر. فإحنا النهاردة قدام فرص لا بأس بها لمسألة الوساطة الإفريقية أو المبادرة الإفريقية، وقدام طرح يعني أقرب ما يكون إلى الواقعي أو العقلاني أو اللي ممكن يكون مقبول من قبل طرفي الصراع. خلينا برضو نطرح سؤال عن أهمية هذه الوساطة وفرص نجاحها في المقام الأول، خصوصا أن الدول العربية والدول الإفريقية تبنت على مدار الفترة اللي فاتت مسألة الحياد الإيجابي، ولو أنها كانت الأكثر تأثرا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. فنطرح كل هذه النقاط وكل هذه التساؤلات على الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية. دكتور حامد، أهلا وسهلا بك في 90 دقيقة. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة هبة، دايما دمت متألقة يا فندم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. وخليني أسألك في البداية عن رأيك فيما تم الإعلان عنه أو تسريبه، يعني بالأحرى من إجراءات بناء الثقة اللي قد تكون مطروحة ضمن مبادرة الأفارقة. طبعا المبادرة الأفريقية هي مبادرة مختلفة عن كل المبادرات السابقة، لأن أغلب المبادرات السابقة وكما حضرتك أشرتي كانت بتقول أن الأطراف أو هذه المبادرة كانت دائما ما تحسب لطرف على حساب الطرف الآخر، كالمبادرة الصينية التي ولدت ميتة نتيجة أن الغرب ينظر إلى الصين باعتبار أن الصين هي جزء رئيسي وتنتمي إلى روسيا، وبالتالي فقدت المبادرة الصينية ركائز أساسية، وهي يعني أن ينظر إليها بمبدأ الحياد. ولكن هذه المبادرة الأفريقية، أفريقيا بتمد يدها بالسلام للعمل على وقف آلة الحرب التي استمرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، خاصة أن القارة الأفريقية هي القارة الأضعف في المنظومة الدولية، وتأثرت بشكل كبير جدا نتيجة التداعيات الكارثية للحرب الروسية الأوكرانية، على اعتبار أن روسيا وأوكرانيا يعني بيصدروا أكثر من 23% من القمح إلى كل دول العالم، وبالتالي تأثرت بشكل كبير القارة الأفريقية. ولكن أرى أن هذه المبادرة رغم حيادياتها ورغم جودتها ورغم أن هناك نقاط واضحة لهذه المبادرة، إلا أنها لم تلقى القبول الواضح بشكل كبير، خاصة من الرئيس الأوكراني، على اعتبار أنه رفض مبدأ التفاوض، رغم أن هناك أسس حقيقية وركائز رئيسية من الممكن جدا أن يتم البناء عليها في هذه المبادرة لتحقيق وقف إطلاق النار ثم انطلاقا بعد ذلك إلى المفاوضة. طيب، مدى مقبولية ما تم الإعلان عنه من إجراءات بناء الثقة من الطرفين، سواء كان الطرف الأوكراني ممثل في زيلينسكي أو الطرف الروسي وهو الوفد دلوقتي أتصور في روسيا للقاء يعني المسؤولين هناك وعلى رأسهم الرئيس بوتين؟ هل الطرفين هيقبلوا هذه الشروط؟ هل تقبل روسيا مثلا أن تنسحب من أراضي سيطرت عليها؟ وهل يقبل الأوكران تخفيف العقوبات الغربية على الروس؟ يعني في شرطين رئيسيين الآن بعد هذه المبادرة، وهو ما أعلن عنه الرئيس بوتين بشكل واضح، من أنه لابد أولا أن تكون أوكرانيا دولة منزوعة السلاح، وأن تلتزم أوكرانيا بعدم الانضمام إلى الناتو. هذان الشرطان يا أستاذة هبة هما شرطان رئيسيان تريد روسيا أن تقوم أوكرانيا بتنفيذهم. من الناحية الأخرى تلتزم روسيا بالخروج من الأراضي الأوكرانية. إذا وافقت أوكرانيا على هذان الشرطان فمن الممكن جدا أن تكون هناك أرضية مشتركة يتم البناء عليها، وبناء جدار من الثقة بين الطرفين،
ولكن أوكرانيا كما يعلم القاصي والداني يعني استلمت الكثير من العتاد والسلاح، ويعني في السنة الأولى حصلت على عتاد وأسلحة عسكرية بحوالي 150 مليار دولار، وفي عام 2023 الإدارة الأمريكية بتقر في ميزانيتها العسكرية حوالي 45 مليار دولار، وبالتالي أرى أن آلة الحرب تحتاج إلى أن يكون هناك توافقا دوليا حقيقيا من طرفين رئيسيين من الممكن جدا أن يلعب أدوار مهمة، سواء الصين كطرف رئيسي بالضغط على روسيا والعمل على وقف التمدد الروسي في الأراضي الأوكرانية، أو من الولايات المتحدة إذا أرادت إنهاء هذه الحرب وكانت هناك رغبة وإرادة سياسية متزايدة بالضغط على الرئيس الأوكراني للجلوس على مائدة المفاوضات وألا تنضم أوكرانيا للحلف الناتو وتلتزم بعدم التسليح وتكون دولة محايدة. هذان الشرطان إن تحققا فمن الممكن جدا أن يكون هناك مسار مفاوضات حقيقية يحقق السلام في الأزمة الكبيرة التي أثرت على كل دول العالم. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، على المداخلة وعلى هذه القراءة في فرص نجاح الوساطة الإفريقية في الحرب الروسية الأوكرانية اللي عانى العالم من تداعياتها الاقتصادية والسياسية والأمنية، وفيما يتعلق بسلاسل الإمدادات والأمن الغذائي والطاقة على مدار الأشهر اللي فاتت بشكل كبير جدا، وكانت القارة الإفريقية وكانت الدول العربية من بين الأكثر تأثرا بهذه الحرب، واللي يتحدث العالم دلوقتي عن ضرورة إيقافها امبارح قبل النهاردة. ما يتحملش العالم أبدا استمرار هذه الحرب لأشهر أو لمدى بعيد أكتر من كده. أنا لحد دلوقتي عندي موضوع آخر هسيب حضراتكم مع أكتر من 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 حاجة. أولا عندنا تقرير مهم جدا هنعرضه لحضراتكم عن المساعدات اللي قدمتها مصر للسودان الشقيق، وإحنا كنا بنتكلم دلوقتي عن إدراك مصر ووعي مصر لأهمية محيطها الإفريقي ودور مصر في التعامل مع الأزمات الإفريقية وتغير طبيعة علاقات مصر بالأفارقة وبالأشقاء في القارة السمراء بشكل غير مسبوق. يعني الأول مرة من عقود طويلة يكون في هذا التعاون وهذا الإدراك المصري بأهمية القارة وهذا الوقوف إلى جوار الأشقاء بالشكل ده وبالدرجة دي، والتقرير اللي هنعرضه لحضراتكم بيوضح ده بشكل كبير. بعد التقرير هسيب حضراتكم مع فقرة خاصة صورناها في 90 دقيقة، وكان الحقيقة ليا الشرف والسعادة أني زرت فيها أحد قلاع الصناعة الوطنية المصرية، وهو مصنع قادر التابع للهيئة العربية للصناعة. الحقيقة أنه إحنا شفنا في الهيئة العربية للتصنيع، طبعا أنا شفت في المصنع دوت بالجولة اللي قمت بيها في أركانه المختلفة في قطاعاته المختلفة، هو مش مصنع واحد بالمناسبة، هو مصنع يضم أكثر من 30 مصنع جواه ورش عمل مبهرة، منتجات زي ما حضراتكم كده شايفين في الصور، وهتشوفوا أكثر في الفقرة التفصيلية هتشوفوا المصنع بيخرج منه إيه، هتشوفوا بقى مدرعات، هتشوفوا العربيات المتنقلة بتاعت نقل الأموال بتشتغل إزاي، هتشوفوا المراكز التكنولوجية المتطورة، ودي واحد من المنتجات والسلع يعني الأساسية اللي بتخرج من المصنع، هتشوفوا عربيات الإطفاء اللي احنا بنشوفها، يعني عربيات المطافي اللي هي عادي موجودة كده في الشوارع يعني بتحمينا وبتتدخل في حالة لا قدر الله حدوث حريق، هتشوفوا بتتعمل إزاي، بتتصنع إزاي، وهتتفاجئوا حضراتكم أنه نسبة المكون المحلي في كل هذه المنتجات يفوق 60% بيتعمل هنا في مصر وبيتجمع في مصر وبتخدم عليه مصانع مصرية وقلاع وطنية مصرية في الصناعة، ما بيتبقاش غير تفاصيل صغيرة بنستوردها من خارج، وعندهم خطة لتصنيعها وإنتاجها في الداخل على مدار الكام سنة اللي جايين، بحيث أنه نسبة المكون المحلي في هذه المنتجات تعدي 90%. أنا الحقيقة كنت سعيدة جدا وأنا بتجول في مصنع قادر، وبرغم أن أنا قعدت يوم كامل بصور أنا وزملائي والأستاذ خالد يعني مخرج البرنامج كان معانا، بالرغم أن أنا قعدت يوم كامل أصور، لكن بالرغم من كده ما خلصناش الأقسام والورش اللي موجودة في المصنع، وقلنا إحنا لازم نيجي مرة تانية ولازم نصور مرة تانية عشان نشوف ورش النجارة بقى وورش البلاستيك والليزر، مليان مليان بالصناعات ومليان بالإنتاج ومليان بالخير اللي بيخرج من مصر بأيادي مصرية كاملة وبجهد وشغل مصري أصيل. ده التوجه اللي احنا محتاجينه أكتر وأكتر، وده اللي هينقلنا نقلة مختلفة. وإحنا كنا في بداية الحلقة بنتكلم عن المواني البحرية وتطويرها،
ما نقدرش نفصل ده عن ده. تطوير المواني هو الشغل أو نفس الروح والمفهوم ونفس الفلسفة اللي بنطور من خلالها، أو اللي احنا برضو شغالين على تطوير الصناعة المصرية. الهدف في النهاية هو رفع القدرات الاقتصادية المصرية، والهدف في النهاية ان احنا نحسن من بلدنا ونطور من بلدنا ونوقفها على رجليها، ونغير بقى فكرة الاعتماد، ونغير فكرة الاستيراد من الخارج لفكرة الانتاج والصناعة. طبعا انا يعني هكون سعيدة وانا بسيب حضراتكم مع الفقرة دي والتقرير اللي اتكلمنا فيه عن علاقة مصر بأشقائها والمساعدات، وبشكر حضراتكم على متابعتنا، واشوف حضراتكم بحلقة بكرة ان شاء الله. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمرارا لدور مصر الفاعل تجاه دولة السودان الشقيق، وصلت سفينة إمداد مصرية تابعة للقوات البحرية المصرية إلى ميناء بورت سودان بدولة السودان، محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية الغذائية والإعاشية ومستلزمات طبية مقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصرية وبيت الزكاة والصدقات المصري. وسيتم دفع تلك المساعدات إلى المناطق المنكوبة والأكثر احتياجا بدولة السودان الشقيق. ومن جانبهم أعرب مسؤول الجانب السوداني عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية، مقدمين الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق. الحقيقة النهاردة احنا سعداء ومتشرفين بوصول المركب الحربي المصري اللي جات النهاردة بتوجيهات من القيادة السياسية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اللي وجه بإرسال هذا المركب للسودان الشقيق استمرارا للجسر الجوي والبحري اللي وجه سيادته بتوجيهه للسودان اعتبارا من احداث 15 ابريل الماضي. ساعدنا بتصديق السيد القائد العام للقوات المسلحه ايضا على سرعه ارسال هذا المركب تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهوريه. المركب دي جسر ورمز ومؤشر كبير لما تقدمه وستقدمه مصر من دعم لإخوانها في السودان. احنا سعداء هذا الصباح ان نكون في استقبال الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية والصحية والطبية اللي تقدمها الحكومة المصرية لإخوانه في شعب السودان نتيجة الأزمة التي حصلت أخيرا. نحن حقيقة سعداء جدا أن نقدم كل الشكر لإخواننا في جمهورية مصر العربية حكومة والشعب على هذا المشهد، وأنا بصورة خاصة للقوات المسلحة المصرية التي نعمل بترحيل هذا الجهد الكبير وكل الجهات الداعمة لهم. نحن حقيقة نتمنى أن تزول هذه الأزمة قريبا وتعود العلاقات إلى علاقات بتاعة مشاركة وتنمية ومشاريع متقدمة إن شاء الله. شكرا لك. إحنا الآن في ميناء بورت السودان بنستقبل الباخرة أبو سمبل، الباخرة المصرية التي تحمل 270 طن من المساعدات الإنسانية لأشقائهم هنا في جمهورية السودان. وإحنا بهذه المناسبة شكرنا بنرسله حار جدا للشعب مصر ولقيادة مصر الحكيمة ولكل أهلنا في شمال الوادي بهذه المناسبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم العلاقات ويعززها. وفي سياق متصل، وصل إلى جمهورية مصر العربية عدد من الرعايا المصريين والسودانيين القادمين من دولة السودان على متن سفينة الإمداد المصرية التي قدمت المساعدات بالسودان. ووجه الرعايا فور وصولهم إلى مصر الشكر إلى الدولة المصرية التي وفرت لهم كافة أوجه الرعاية والاهتمام. بعد احنا شايفين مصر وشايفين أولادنا اللي راحوا جابونا من هناك لغاية هنا، شايليننا على كفوف الراحة من هناك لغاية لما وصلنا هنا. إحساس يا ابني لا يوصف بالأبطال دول، جيشنا العظيم والبحرية العظيمة، والله يا ابني ما بجد جيش مصر العظيم وقائدنا قائد عظيم، حمونا وأكلونا وشربونا والله والله هنقول لك ايه، هناك الله يكون في عونهم يعني ماشي. امال احنا عندنا دوله الامن بالدنيا، وعندنا دوله اسمها مصر، والله عندنا دوله اسمها مصر، والله ما في زي مصر، ويمين الله ما في زي مصر ولا رئيس مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الله يكرمك يا الرئيس السيسي، انت يعني عملت فينا كل خير، رحمتنا من الموت، ربنا يكرمهم، خدمونا
3 أيام 3 ليالي أكل وشراب وخدمة، ما قصروا معنا أبدا، ربنا يحميهم. بنشكر ربنا إن إحنا وصلنا بالسلامة إلى سفاجة. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والعرسيم وزير الدفاع، نشكر القوات البحرية، ونشكركم كثيرا على حسن الضيافة والاستقبال، قدمتم لنا جميع الخدمات من وجبات ومن أي حاجة. يأتي ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر والسودان الشقيق، وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين. أهلا وسهلا بحضراتكم في فقرة خاصة لبرنامج 90 دقيقة من مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع. الحقيقة النهاردة احنا موجودين في المكان ده عشان نبحث في جولة ونبحث في رحلة عبر مراحل مختلفة للصناعة الوطنية المصرية. المصنع ده بيعود تاريخ إنشاؤه 1949، وهو أحد أهم القلاع الوطنية المصرية في مجال الصناعة. تعمل في البداية لتصنيع وإنتاج الطيارات، وكان يمكن اسمه مصنع هليوبلس، ثم تحول فيما بعد عبر مراحل طويلة ومتغيرات كثيرة إلى مصنع قادر. ليه بقول لحضراتكم من الجولة دي مهمة؟ لأنه المكان دوت هو أحد النماذج اللي بتكرس لفكرة الصناعة الوطنية العميقة، بمعنى توطين التكنولوجيا للتصنيع، بمعنى محاولة إحلال الإنتاج المحلي بدلا من الاستيراد في كل مكونات التصنيع أو في كل مكونات الإنتاج الخاصة بمنتجات مختلفة. هنشوف مع حضراتكم على مدار جولتنا النهاردة إيه أهم المنتجات اللي بتخرج من مصنع قادر، إيه هي مراحل الإنتاج والتصنيع المختلفة، وهنعرف مع حضراتكم هو ليه النهاردة الدولة بتسعى بكل قوتها وبكل جهدها نحو فكرة التصنيع المحلي. ده التوجه عام، ده اتجاه كبير، ده حلم كبير. الموضوع مش سهل بكل تأكيد، لكنه بيحتاج العزيمة والإرادة، ويحتاج للنوهاو أو امتلاك القدرة والفكرة والخبرة، وده موجود كله هنا في مصنع قادر. هنشوف مع حضراتكم كل هذه التفاصيل في جولتنا الخاصة عبر برنامج 90 دقيقة. جولتنا مع حضراتكم في مصنع قادر، اللي بيعتبر من أهم الصروح الصناعية الموجودة في مصر والتابع للهيئة العربية للتصنيع، هيكون مع اللواء أركان حرب الدكتور عمرو عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصنع قادر. بنرحب بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. برحب بحضرتك طبعا. في البداية، مصنع قادر من أقدم مصانع مصر والشرق الأوسط. المصنع تم إنشاؤه سنة 1949، كان اسم مصنع طائرات هليوبلس بغرض إنتاج الطائرة الجمهورية. طبعا المصنع قاعد يطور منتجه، وفي 62 عمل العربية المدرعة الوليد، ودي برضو كانت أول عربة مدرعة في الشرق الأوسط. وعلى فكرة العربية ما زالت تعمل في القوات المسلحة المصرية، اللي تم تطويرها بعد كده إلى العربية الفهد. المصنع ضم على الهيئة العربية التصنيع سنة 1975، هو طبعا احد المصانع الحاليين دلوقتي طبعا اللي تابعه للهيئه العربيه للتصنيع. وده بيعود تاريخه الى فترات مهمه جدا في تاريخ مصر، زي برضو ما الفتره اللي احنا فيها دي فتره حساسه وتتطلب المزيد من العمل نحو الانتاج، وموجوده الرؤيه دي والاستراتيجيه المصريه دي. وعشان كده احنا مهتمين جدا نتعرف من حضرتك على ابرز المنتجات اللي بتخرج هنا من المصنع، خصوصا انه المنتجات دي بعضها في مجال التنميه، بعضها في مجال مدني، بعضها في مجالات عسكريه. فلو طلعنا على أبرز وأهم المنتجات. طبعا المصنع قائم على الصناعات المعدنية. كل الصناعات المعدنية المرتبطة بقطع وتشكيل وتشغيل جميع أنواع المعادن، وعندنا بعض الصناعات الغير معدنية المكملة لأغراض الصناعة زي صناعة الخشب وصناعة البلاستيك. لكن أساس المصنع التجهيزات المعدنية. ممكن نجهز عربيات زي ما حضرتك شايفها دي، عربيات بنك متنقل. أساس مصنع قادر قائم على العربية الفهد المدرعة اللي هي كانت عربية الوليد في 62، وفي 84 اتطورت إلى العربية الفهد. وطبعا العربية الفهد دي العربية الرئيسية في القوات المسلحة المصرية وفي الشرطة، وما شاء الله طبعا تم تصديرها لدول كتيرة عربية ودول حفظ السلام. هنتكلم في النقطة دي، لأنه التصدير هو مسألة مهمة. لكن خلينا نبدأ مثلا بده، دي عربية متنقلة. بالضبط، منتج زي ده. ده منتج بنك متنقل. احنا طبعا البنك الأهلي من طبعا كل البنوك الوطنيه دعمانا، لكن بصراحه البنك الاهلي اكتر البنوك اللي دعمانا. احنا كنا عملنا نموذج عربيه فيها 2 مكن اي تي ام
ضمن النماذج كتير عملناها للبنك الأهلي. النموذج ده وجد استحسان كتيرة جدا لبنوك كتيرة، فده بنك آخر برضو بنك قناة السويس، ده بنك متنقل يعتبر، هو ده اللي طلبه بنك قناة السويس، عايز من قدام يبقى فيه موظف يأدي خدمة، مكتب خدمة عملاء، من وراء مكان اي تي ام، حضرتك لو في ورا هنبص نتجول بس على فكره طبعا هي المكنه لسه ما جاتش، طب دي يعني لسه ما تسلمتش للبنك، احنا في انتظارنا نجيب المكنه، المكنه هتركب هنا هنا الاي تي ام او مكنه سحب الفلوس، مكنه سحب وايداع على فكره، عشان كده واخده مساحه كبيره شويه. العربيه مجهزه ان لو في ذوي الهمم في كرسي هيطلع. دي نقطه مهمه قوي انا ملاحظاها في معظم المنتجات دلوقتي او في معظم المشروعات القوميه حتى. بالزبط. كله بيتم بناء على المعايير الدوليه وبمراعاه الاحتياجات الخاصه بذوي القدرات واصحاب الهمم، دي مساله مهمه جدا. بالظبط، بنراعي كده سواء في العربيه دي او في النموذج اللي عملناه قبل كده للبنك الاهلي او النموذج اللي اتعمل مراكز التكنولوجيا المتنقله اللي فيها دلوقتي. طيب فده الجزء الخلفي هو الاي تي ام، الخلفي اي تي ام طبعا مكان فيه خدمات للموظف، من قدام بقى الموظف بيأدي خدمه عملاء بقى اي حاجه. بالظبط، خدمه عملاء كامله، وهنا في شاشه عرض اوت دور موجوده برده شغاله مع الموظف وهو قاعد، بيجي الموظف لمكان للدور بتاعه بيدوس الزرار بيطلع عليه دور، برده بقى فينا مجهزه بكراسي هتحط بره انتظار. ده طلب البنك. في تند انا شايفه عشان الشمس، دي شغاله بالريموت برضو تشتغل كده. لو في بنك تاني عايز من هنا يبقى مكان مكتبين هنعملها مكتبين، عايز اتنين مكت ايه هنعملها. في برضو بنك تاني طلب اتوبيس كبير اللي هو 55 راكب مجهز بالكامل، مكتب بنك كبير وفي مكنه خدمه حسب احتياج البنك وحسب الخدمه المطلوبه. بالزبط. طيب دي العربه اللي هي الخاصه بالخدمات البنكيه، احنا دلوقتي داخلين على ايه؟ دي بقى نماذج تشغيل المعادي، يعني دي غرفة حماية لو طلبت لأحد الدول أو مطلوبة غرفة حراسة أو حماية، حراسة بمستوى حماية عالي جدا، لكن طبعا زي ما قلنا النموذج الرئيسي بتاعنا هو العربية الفهد. ده المنتج الأساسي، المنتج الأساسي لمصنع قادر، تطلع عربية مستوى حماية عالي جدا جدا، بيجابه أثار التفجيرات الأرضية سواء تحت العربية أو على أجناب العربية، مستوى حماية عالي جدا مناسب للتهديدات اللي ممكن العربية تجابهها، خصوصا في أماكن زي القوات اللي بتعمل في سيناء أو القوات اللي بتعمل ضمن قوات حفظ السلام. يعني العربية دي راحة مسافرة برا مصر مع قوات حفظ السلام، دي بتستخدمها قوات حفظ السلام اللي موجودة في الدول اللي فيها صراعات ونزاعات تبع الأمم المتحدة. دي تصدير برضه، تصدير يعني أحد الدول الأفريقية، احنا ما شاء الله شغالين مع دول كتيرة أفريقية، دي عربية راحة هم طالبينها، دي مواصفات عربية عناية مركزة. طب ده بيصدر لفين؟ يعني بنودي لأنهي دول؟ يعني دول أفريقية كتيرة طلباها، من خلال المعارض بنحضرها بيطلبوا أعداد كبيرة، وبرضو كان في دولة زي فرنسا طلبت مننا 16 عربية هيشتغلوا مع قوات حفظ السلام، لأن عربيتنا مستوى حماية عالي جدا وسعرها مناسب طبقا للمتطلبات اللي عايزاه. والنموذج ده على فكره اللي عاملاه شركه فرنسيه هي اللي اختارت، طالبين شكل معين ونموذج معين. هي دي كانت عناية مركزه وشافتها احد دول افريقيه، يعني لقوا ليها طلبات كتيره. واكيد الدول دي او النوعيه دي من المتطلبات ما بيبقوش متساهلين في اي شروط تتعلق بالجوده، تتعلق بالسلامه، تتعلق بالامان، كله معايير صارمه. العربيه مش هتسافر حفظ سلام الا اذا كانت مستوى حمايه معين ضد الاعيار الناريه وضد التفجيرات، وكذلك بتادي مستوى الحمايه التجهيزه المطلوبه، تجهيزه اسعاف لازم تحقق المطلب اللي هي الفني اللي هتشتغل من اجله وتتناسب مع فكره انها موجوده في يعني مناطق الصراعات. دي اسعاف، دي مثلا مجهزه نقل جند عليها مدفع فوق لازم تؤدي المطالب الفنيه المطلوبه من العربيه، ممكن تبقى عربيه مجهزه من جوه مكتب اداره عمليات، ممكن مدفع 120 ملي، ممكن مدفع 23 ملي، زي العميل ما بيطلب بجهز له حسب اللي هم بيطلبوا حسب مطالب العميل. ممتاز. فدي عربيه اسعاف تصدر للخارج، دي اسعاف، دي نقل جند، احنا عندنا 16 تطبيق او اي تطبيق هيطلب العميل هعمله له. دي عربيه كبيره، دي بتشيل 10 افراد اللي هي دي، دي 10 افراد طبعا، دي بتشيل حالتين ومثلا وطبيب ومسعف ومن قدام في اتنين، اوكي 10 افراد. طب حد عايز عربيه صغيره لايت، اعمل له عربيه صغيره ده بقى عربيه، دي نموذج عربيه على شاسيه لايت بتبقى سعرها انسب شويه وتبقى للاستخدام بتاعه. يعني هو دلوقتي مش عايز عربيه تشيل 10 افراد مستوى حمايه عالي تبقى للمواصفات الفنيه التكتيكيه بتاعته، عايز عربيه صغيره. يعني دي حتى مكتوب هنا دي مركبه متعدده الاستخدامات الدفاعيه والعدائيه بمستوى حمايه، مستوى حمايه ده رقم مستوى حمايه كود. خلاص الشركات كلها بتقول مستوى حمايه العربيه، يعني مثلا دي مستوى حمايه زي ما انت شفتي كده، ودي مستوى حمايه اعلى شويه، دي ضد التفجيرات، دي ممكن ما تبقاش ضد التفجيرات. ده بيتحدد حسب المكان اللي هي رايحاه، حسب المكان اللي هتشتغل وحسب المواصفات الفنيه العربيه اللي ببني عليها الهيكل المدرج، وحسب طبعا الاستخدام زي ما حضرتك قلتي. طيب وهنا بقى ده نموذج تاني برضو تجهيز المصنع عندنا بالتعاون مع القوات المسلحه،
طبقا لطلبات القوات المسلحه ده بحث واقر. بنحمل مدفع على عربيه وطبعا بيؤدي مواصفات تكتيكيه كتيره جدا اسهل ما تبقى مجروره او متحمله على جنزير. ده بيتحمل عليه مدفع مش كده؟ اما هو متحمل عليه دلوقتي بيتحمل عليه مدفع. وده نماذج فيه بقت دول كتيره في العالم، بدل ما تحط المدافع على جنزير او تبقى مجروره بقت المدافع محطوطه على المركبه، اسهل فنيا واسهل تكتيكيا وارخص. طيب واحنا هنا مصنع قادر، يعني اللي بيحصل هو عمليات تصنيع ولا عمليات تجميع للمختلف المركبات اللي احنا شفناها؟ انا دلوقتي بعتمد على الشاسيه اللي بيجي لي. شاسيه؟ انا ما بصنعش شاسيهات، انا ببني على الشاسيه. اوكي، انت حضرتك عايز تبني على الشاسيه دي عربيه اطفاء زي دي حبني، عايز تبني عربيه مدرعه استخدامها اسعاف، استخدامها نقل جند، اي استخدام ببني عليه، ببني على شاسيه بعدل فيه. انا بشتغل على شاسيه، شغل على شاسيه بس بقيه المكونات، بقيه المكونات وعلى فكره المكونات مصنعه هنا، مصنعه محليا، محلي محلي. احنا وصلنا بالعربيه الفهد دي يمكن العاده الشاسيه بقيه المكونات كلها محليا في مصر 100%. العربيه فهد دي ليها قصه زي ما انا كنت بتكلم مع حضرتك، ويمكن هنحكي لسه ونتكلم اكتر في العربيه فهد ومراحل تطورها عبر التاريخ. تمام. دي عربيات اطفاء مش كده؟ طبعا المصنع قادر بيتميز ان في عندنا خط الانتاج او تجميع عربيات الاطفاء، خط كبير جدا. عربيات اطفاء من اول 2000 لتر لحد 17000 لتر على اي شاسيه العميل طالبه. احنا بنعمل شاسيهات الماني، مان، مرسيدس، روزنباور، ايفيكو، الترومبا روزنباور اللي عايزها على ايفيكو، ترومبا ايفيكو، بنعمل مختلف انواع الشاسيه. دي عربيات ضخمه وليها تكنولوجيا مخصصه ومعينه. وطبعا واحنا طبعا معتمدين حمايه مدنيه. مش بنعمل عشوائي، لا طبعا بنعمل المواصفات طبقا لمطالب العميل وطبقا للمواصفات اللي حاطها الحمايه المدنيه. طبعا دي عربيات الاطفاء. عربيات الاطفاء. الحاجه الثانيه اللي بتميز بيها بقى المصنع زي ما قلت لحضرتك احنا شغالين على التجهيزات المعدنيه بالكامل. ده نموذج لعربيات نقل الاموال. عربيات نقل الاموال دي بتستخدمها طبعا البنوك، دي موجوده مع البنك شركه النيل. ما شاء الله طبعا العربيه دي مستوى حمايه عالي جدا، يعني قدام مستوى حمايه زي العربيات العسكريه بالظبط. طبعا من ورا خزنه اقل شويه في الحمايه، لكن برضو بتادي الحمايه اللي عايزاها. العربيه مربوطه مع غرفه عمليات الجهه اللي هي مشغلاها بربط كامل، اتصالات تكنولوجيا، اتصالات كامل. بالظبط، اتصالات كامل في نقل صوت وحدث لايف شغال مع غرفه عمليات. العربيه مزوده بفتحات عشان لو الحرس عايز يتعامل جوه. دي بتاعت ايه بقى دي؟ دي تعامل لو الحرس قاعد هنا عايز يتعامل، بيفتح بورت دي يقدر يطلع سلاح، يقدر يطلع سلاح لو تعرض لهجوم. وطبعا مستوى حمايه الازاز والصلب المدرع اللي داخلي مصفح نفس طبعًا. مستوى حمايه العربيه اذا تعرضت لاي هجوم لا قدر الله، فبيبقى عندهم قدرات نفس مستوى الحمايه، ومربوطه كلها زي ما اتحرك اليا بغرفه عمليات لا قدر الله حصل اي حاجه بيقدر يتحكم تحكم كامل في العربيه. العربيه دي معموله طبقا للمواصفات فنيه عاليه جدا في مركز البحوث بتاعنا، بحيث ما خرجش عن الاوزان المتاحه للعربيه على الاكسل الامامي والاكسل الخلفي. العربيه دي لما تروح تعمل صيانه في التوكيل بتاعها ايا كان نوع العربيه، ايا كان نوع العربيه، يروح اللي يعمل الصيانه الدوريه بتاعته ما يجيش يقول له انت خرجت عن الاوزان المتاحه للعربيه. طبعا، لان العربيه دي بتدرس مواصفات بالملي، بشوف العربيه دي هتقدر تشيل كام كيلو او كام طن. دي برضو بتفتح كانها خزنه، ارقام اليه زي كانها خزنه بالزبط. الناس اللي جوه بيفتح من جوه ومن بره كانها خزنه. وكذلك الخزنه اللي ورا نفس القصه نشوفها. طبعا، لكن الحاجه المهمه اللي قلتها لحضرتك ان احنا ما بنطلعش عن مواصفات الفنيه للعربيه. مواصفات فنيه، لو هضطر اطلع بعمل بعض التعديلات اللي تحافظ على ان العربيه تبقى متزنه اثناء حركتها. دي الخزنه، ده الشكل من ورا الخزنه طبقا لمطالب العميل، عايز يشيل قد ايه، كام طن الكميه اللي بتطلبها. مثلا دي بتشيل طن، في عربيه بتشيل 1.5 طن، عربيه بتشيل 3 طن طبقا لمواصفات العربيه ومطالب العميل. وده نموذج طبعا معتمد ودي برضو يعني اذا احنا مش بنصنعها هنا في مصنع قادر التابع للهيئه العربيه للتصنيع، اكيد دي بتستورد من الخارج، هتيجي مستورده من بره باموال طائله وبالغه على الاقل. مش كده ولا فهمت؟ على الاقل هتيجي بالدولار. انت لو عملتيها في مصر نفس المواصفات انت بتعمليها بالجنيه المصري، لكن دي لو هتجيبيها من بره انت بتطلعي الدولار بره على حاجه ممكن نعملها في مصر. طيب العميل اللي بيطلب العربيه دي اذا احنا مش بنوفرها هنا في مصنع قادر التابع للهيئه العربيه للتصنيع، كان هيضطر انه يستوردها من الخارج. البديل طبعا ارقام كبيره. البديل كان هيستوردها من بره، حتى لو مش رقم كبير، كفايه انك هتطلعي الدولار بره. لكن انا هعملك العربيه بنفس المواصفات واعملها بالجنيه المصري واعملها اقل.
انا بس اللي هجيبه من بره او ممكن يكون محلي الشاسيه بس وبتبني عليه بعد كده كل المكونات اللي موجوده محلي مفيش حاجه من بره. فطبعا انت لو هتجيبيها من بره هتبقى مشكله كبيره. دي احنا بعنا منها قد ايه في المصنع؟ لا ما شاء الله عاملين كميه كبيره ممكن تعدي 250 عربيه. شركات شركات متنوعه وفي شركات بتطلبها على شاسيه محدد بعينه وطالب مركب معينه وممكن يعملها على شاسيه محلي موجود في مصر. فيعني انا بتبقوا مرنين حسب طلب العميل. حسب طلب العميل. وعندنا مكتب هنا بحوث الفنيه قطاع البحوث بيقدر يشوف مواصفات العربيه وابني عليها مطالب العميل بدون مطلع عن الاوزان الاشتراطات الفنيه للعربيه. ممتاز. طيب دي العربيات الخاصه بنقل الاموال اللي احنا داخلين عليه ده بقى انا شايفه عليه رؤيه مصر 2030 لانه احنا برضو كنا بنتكلم انه عدد كبير من المنتجات اللي بيخرج هنا من المصنع بيروح لمشروعات التنميه وبيروح لاغراض مدنيه. بالظبط. فنفهم من حضرتك طبعا دي مشروع طلب مننا عن طريق وزارة التخطيط تجهيز المراكز التكنولوجية المتنقلة. بدل ما يبقى في بدل ما يبقى في مراكز تكنولوجية ثابتة، لا وزارة التخطيط عملت بالتنسيق مع كل الجهات المستخدمة للخدمات ديت يبقى في مركز متنقل يؤدي الخدمة للمواطن في مكان ما فيهوش الخدمة ديت. مكان قرى نائية، مكان مصايف، حتة ما فيهاش أماكن خدمات، تبقى بقى في خدمات احوال مدنيه في خدمات حسب الخدمه نفسها العدل. ايه بالظبط؟ صحه في اي مكان. العربيه بتبقى مجهزه بمكتب او اتنين مكتب او ثلاثه مكتب تبقى لمطالب وزاره التخطيط او الوزاره اللي هتستخدم العربيه. العربيه بتيجي بالكامل بتتجهز بالكامل في المصنع عندنا سواء شغل الحديد، تشغيل المعادن، شغل الخشب، كل ده معمول عندنا. احنا بنجيب الاجهزه وبنثبت تبقى لمواصفات الاجهزه اللي هو عايزها كل الحركات فيها كل حاجه وفيها المكتب والفيش والاجهزه والخزنه. كل ده احنا مدبرينه سواء الحاجات هتتدبر طبعا كلها حاجات محليه واغلبها برضو حاجات من ورش او من مصانع الهيئه المساعده. التفاصيل الصغيره دي معموله هنا في المصنع؟ كل ده معمول هنا بالكامل. معمول البلاستيكات الخشب البلاستيك الحاجات دي. الخشب كله معمول في المصنع. زي ما حضرتك قلت لك في عندنا مصنع نجاره كامل. في عندنا مصنع بلاستيك. كل الاجزاء المغذيه دي معموله عندنا في المصنع. يعني حاجه مكون محلي بالاقصى قدر او بالظبط. هي العربيه الشاسيه هي الشاسيه بس اللي بيجي او العربيه اللي بجهز عليها. في عربيات جت حتى ما كانتش مجهزه من جوه، تجهيزات التجريد العربيه اللي جوه ما كانتش مجهزه، مجهزينها بالكامل عندنا. بتجهزوها بالكامل. بجيب بس المولد جنريتور. العربيه دي يا اما بتشتغل بجنريتور يا اما فيها فيش خارجيه تاخد تشتغل من طيار مدينه لو موجوده. دي الفيش مكان الفيشه الخارجيه. فيشه خارجيه، اذا ما فيش فيشه خارجيه في بقى مولد محطوط ورا يشغل العربيه بالكامل. وطبعا عربيه مكيفه كسواء بقى تكييف عربيه او تكييف بيشتغل 220 فولت مع المولد اللي بيشتغل او مصدر تيار كهربائي. طيب دي اللي هي المراكز التكنولوجيه المتنقله او المتحركه واتكلمنا عنها. دي بقى عربيات جولف. دي عربيات الجولف تساعد في الانتقال. احنا في الوقت الحالي احنا بنجيبها اجزاء مكونات وبنجمعها في المصنع بالكامل. بدل ما بجيب العربيه كامله من بره انا بجيبها، لكن في اجزاء بصنعها هنا في المصنع. زي ايه بقى؟ اجزاء الحديد والفايبر اللي حضرتك شايفاه، الحديد اللي هو الفريم اللي احنا شايفينه ده، كل الفريم الحديد ده والبولي كربونيت، كل الاجزاء دي بتصنع في المصنع. ودول طبعا لكن دلوقتي احنا على فكره برضو عاملين بالتنسيق مع قطاع البحوث عندنا بدانا خطوه بنصنع الشاسيه. يعني قريب قوي قريب قوي. طب ما ده هيبقى طفره. طفره ان شاء الله يعني طبعا، بس لسه ما وصلناش لمرحله ان تصنيع الشاسيه ده كله علب حديد، حاجات بسيطه جدا. فاحنا دلوقتي هنصنع الشاسيه بالكامل، هنجيب بس من بره الكنترول والميكانيزم وبعض البطاريات لحد ما نبتدي نصنعها في مصانع. طب يفرق معانا قد ايه لو احنا صنعنا الشاسيه هنا محليا؟ يعني يفرق معانا قد ايه كموارد؟ يعني هدفع ربع ثمن العربيه. ربع ثمن العربيه. بالظبط. وتبقى وفرت الباقي كله. وفرت الباقي كله من هنا. يعني هجيب البطاريه والمحرك الكهربائي لحد فعلا ما نوصل هنا نبقى في جهه بتصنع الموتور والبطاريه، يبقى كل حاجه متصنعه 100%. اللي هي مش صعبه يعني. طب ايه التحدي قدامنا او ايه العقبه الاكبر في مساله تصنيع الشاسيه؟ يعني ايه المطارد؟ ولا اي حاجه، خلاص احنا بدانا بالفعل بنصنعه وخلال فتره قريبه جدا هنكون خلصنا العربيه. انا مفيش تحدي بالنسبه لنا في اي حاجه شيت ميتال او تشغيلات او تصميم. وباقي المكونات دي برضو مصنعه هنا؟ لا هتصنع كل ده هنا حاليا. خلاص بنصنع، بنعمل لها الفوم بتاعها وكل الاجزاء دي. احنا اللي بيجي من بره بس الاجزاء اللي هي الشاسيه بصراحه لحد دلوقتي اللي بيجي، والكنترول والسسبنشن بتاع العربيه. طب خطر في ذهني سؤال كده وحضرتك بتتكلم، بما ان احنا عاملين المنتجات الرائعه دي كلها، ايه اللي بيعترض طريقنا ان احنا نصنع عربيه للاستهلاك بقى المدني العادي، العربيه اللي بنسوقها في الشارع دي؟ وكان عندنا الحلم ده من زمان مع شركه النصر. اكيد هتصنع، وكانت نصر سيارات بتصنع عربيه بالكامل. ويمكن نموذج للصناعه العميقه اللي كانت بتتم هنا العربيه الوليد
اللي تم تصنيعها في مصنع قادر. العربية دي اتعملت سنة 62 في مصنع قادر، أول عربية مدرعة يتم تصنيعها في الشرق الأوسط. وده نموذج للصناعة العميقة في جمهورية مصر العربية. كان الشاسيه بيتعمل في النص سيارات شاسيه نصر، الشاسيه بيتعمل بالكامل في يجي الحديد بتاعه من الحديد والصلب ويطلع شاسيه، والمحرك بيتعمل في النص سيارات ويتشغل ويجي الشاسيه بالكامل مصنع قادر يجهز عربية مدرعة. نموذج كامل. نقدر نعيد النموذج ده مره ثانيه، نموذج الصناعه المصريه العميقه. العهد اللي احنا فيه كل حاجه هترجع زي الاول باذن الله، وفي الاراده السياسيه متوفره. في الاراده طبعا، وهيتم دلوقتي يعني اعتقد تصنيع العربيه الكهربائيه قريب جدا. ان هو خلاص ما فيش بقى موتور ويجي البوكس ويجي الاوتوماتيك، لا كلها اجزاء. التكنولوجيا اهم، التكنولوجيا ممكن تبقى اقل شويه ممكن تصنع. لكن انا على مستوى مصنعنا احنا شغالين في شيب متر، مفيش مشكله نصنع الشاسيه، الاجزاء المكمله دي كلها بنصنعها. الفايبر اللي انا مش بصنعه خلاص بجيبه على الاقل محلي، يعني العربيه دي بدا يبقى في خطه ليه. العربيه دي ما فيها من جوه تكييف، انا مش لازم اصنع التكييف، بجيب الناس المصنعه للتكييف تعمل لي التكييف. فيها ازاز مضرع مش انا اللي بعمله، انا بجيبه محلي. قبل كده على فكره الازاز المضرع كان بيجي مستورد. ممكن تكون في حاجات اوفر لنا او احسن لنا ان احنا نجيبها بدل ما يعني نحط فيها موارد في تصنيعها، لكن يعني الشاسيه مثلا احنا شغالين عليه. لا لا الشاسيه خلاص قربنا نخلصه ان شاء الله. معنا فعلا قطاع البحوث المصنع قرب يخلصه بالكامل بنسبه 100%. وعلى فكره برضو بتعاون مع احد الشباب هو اللي كان عنده الفكره، وانا ما فيش مشاكل بنمي الفكره بتاعته بالتكامل. احنا دي عندنا في المصنع موجوده، والمصنع مليان. احنا برضو لسه هنتجول وناخد الساده المشاهدين في جوله كامله عبر المراحل المختلفه والورش العمل والمصانع، لكن اللي احنا برضو شايفين انه في نسبه كبيره من الشباب وفي اهتمام بالايدي العامله وبالعماله في قطاعات مختلفه. عندنا قد ايه هنا شغالين في المصنع؟ احنا ما شاء الله المصنع فيه حوالي 1600 عامل ما شاء الله، بين مهندس ومهندسه، وعندنا نسبه كبيره هنا مهندسات او موظفات، نسبه كبيره جدا من جانب النساء. يعني كلنا بنشتغل بهدف واحد، ان احنا نرتقي بمصنعنا يبقى مكانته عاليه ضمن الجهات المصنعه في مصر. انا بتكامل مع كل الجهات البحثيه. انا بس حاجه عايز اقولها لك، النموذج اللي بعمله العربيه الجولف دي بالتعاون مع شاب كانت فكرته انا بنمي فكرته مع قطاع البحوث اللي عندنا. ده شيء يعني رائع. شاب كده هو اللي فكر في الفكره دي ان يعمل عربيه، واحنا بننميها مع بعض عشان نطلع بنموذج، وانا بعمل كده كتير جدا. ده شيء رائع. وبتكامل مع الجهات البحثيه، كل الجامعات لو فيش واحد طالب في جامعه او طالب دراسات عليا عنده مشروع ذات عائد استثماري، انا ممكن اتبنى هذا المشروع معاه كامل. هو مفيش احسن من كده ومفيش اروع من كده ان شاء الله. طيب بيحصل تعاون ما بين مصنع قادر وبقيه المصانع التابعه للهيئه العربيه للتصنيع؟ طبعا. الاجزاء الداخليه العربيه المراكز دي كلها من مصنع الالكترونيات اللي تابع للهيئه. كله بيخدم على بعض. كان في اجزاء في العربيه الفهد بعملها في مصنع المحركات او بقيه مصانع الهيئه. ممتاز. يعني ما شاء الله الهيئه كل مصانعها بتخدم على بعض وبتحترم التخصصيه جدا. انا بشكر حضرتك دكتور عمرو جدا. العفو. اسمح لنا بقى نبدا جولتنا في المصنع. شكرا جزيلا لحضرتك. العفو حضرتك. لسه مكملين مع حضراتكم جولتنا في مصنع قادر التابع للهيئه العربيه للتصنيع، ودلوقتي احنا ماشيين بالجولف كار اللي هي اصلا بتصنع في مصنع قادر، وانا اول مره اسوق جولف كار فبحاول بقى ايه اشوف الاخبار ايه. لكن احنا طبعا مستمرين في الجوله دي، هنشوف مع حضراتكم دلوقتي المصانع اللي جوه او الورش اللي هي منفصله الخاصه بكل منتج او خاصه بكل ماده داخل مصنع قادر التابع للهيئه العربيه للتصنيع، واللي هنتعرف على مراحل الانتاج المختلفه جوه الورش دي وجوه المصانع المختلفه دي، عشان نشوف مع حضراتكم المراحل المختلفه اللي بيتم من خلالها تصنيع المنتجات الاساسيه اللي عدينا عليها في الجوله الاساسيه، المراكز التكنولوجيه المتنقله، أيضا عربات الإسعاف، عربات الإطفاء، المواد الصغيرة اللي داخلة في الإنتاج، ورشة البلاستيك، الورشة الخاصة بالمواد الخشبية، الحاجات الصغيرة اللي داخلة في المنتجات الكبيرة وشكلها النهائي. يلا نشوف مع حضراتكم كل هذه المراحل. موجودين مع حضراتكم في ورشة المدرعات. الورشة دي بيخرج منها أهم منتج بيطلعه أو بيطلعه مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، وهو المدرعة فهد. إيه اللي بيحصل في هذه الورشة؟ إيه المراحل المختلفة؟ هنتعرف على كل ده مع حضراتكم ومع المهندسة مها صبري اللي هتعرفنا على المراحل المختلفة جوا ورشة المدرعات. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. نتعرف الأول بيك يا باشمهندسة. مهندسة مها صبري عبد المنعم، مدير إدارة ورشة المدرعات مصنع قادر.
دي كانت مفاجأة بالنسبة لي على فكرة. العنصر النسائي هنا في المصنع موجود وبقوة. حقيقة فعلا. احكي لنا عن طبيعة شغلك واحكي لنا عن أول محطة في ورشة المدرعات. تمام. احنا بالنسبة للمنتج الرئيسي في المصنع زي ما حضرتك قلتي هو العربة المدرعة الفهد. في عندنا العربة المدرعة فهد أكتر من طراز بيختلف طبقا للتجهيزات الداخلية جوه جسم العربة. بنبدأ الأول في مرحلة تجميع العربة بجسم العربية نفسها اللي هو ده أول مرحلة. جسم العربية عبارة عن صلب مدرع أرمورد ستيل بيختلف في السمك بتاعه ما بين سمك 10 ميلي و 8 ميلي و 15 ميلي. الأجزاء كلها دي بتيجي الخامة الأرموكس وبتروح الأول على مرحلة التقطيع في الورش المختلفة اللي عندنا سواء ورشة البلازما أو سواء ورشة ليزر. بتتقطع الأجزاء طبقا للأبعاد المحددة لها والرسومات الخاصة بها. بعد كده بتعملها مرحلة تفتيش وبتبتدي تتحول لمرحلة التجميع الأولي اللي هو كجسم على الجيك بتاعها. بنرص كل الأجزاء طبقا للأماكن بتاعتها اللي موجودة على الرسومات التصميمية الخاصة بها. وبعد كده بتتجمع وبتتبنط على خمسات لحامات خمسات ونجمع الجسم توتال سواء كان جزء سفلي وجزء علوي سقفيه برابريز. طبعا انت بتحكي لي عن مراحل تقنيه متخصصه جدا بس انا جه في بالي سؤال وانت بتتكلمي. اتفضلي. هل صعب النهارده شغل السيدات في وسط اللحام والورشه والحديد؟ هو طبعا تحدي صعب لاي سيده ان هي تشتغل في الوسط الفظيع ده بس احنا بنحب الشغل ومجال الهندسه عامه بنحبه وحابين نعمل حاجه كويسه تنفع البلد. يعني دي حاجه كويسه قوي احنا بنحبها كمان وبنحس بفخر ان احنا لما بنعمل منتج بيخش ينفع بلدنا وينفع اولادنا فده بيحفزنا اكتر ان احنا نتحمل الحاجات التانية اللي يعني بتتعبنا في الشغل ده الطبيعي. يعني الحمد لله ربنا بيقدرنا والناس اللي بيحييهم بيعاونونا. وانا بحييكي وبتمنى لك كل التوفيق. ورجعي بقى كملي لي كنا بنتكلم عن المراحل اللي بتحصل هنا. تمام. بعد ما بنخلص الجسم كلحامات الاول بس ما تبقاش لحامات كامله بناخد الجسم وبنحوله لمرحله اللحام النهائي على الروبوت قدام بقى بيتعمل له كردون لحام نهائي لحم الجسم كامل من الداخل ومن الخارج. وبعد كده بننقله لمرحله التجهيزات بتاعته هنا المرحله دي اللي هي بيتفتح فيها الابواب بتاعه العربيه بيتحط فيها كل التجهيزات الداخليه مثبتات الاجهزه داخل العربيه. وبعد ما بنخلص كل ده المراحل دي كلها كل مرحله بيتوسطها مرحله التفتيش. يعني كل مرحله في النص لازم يبقى في تفتيش وراها علشان اتاكد ان انا شغلي تمام وعشان ما ياثرش عليا ان انا بعد ما اخلص المنتج فاينل يحصل ان يبقى في مشكله فكده ما ينفع لان ده منتج كبير ما ينفعش ان انا ارجع للنقطه من الاول تاني. تمام. خلصنا خلاص الجسم كتجهيزات بتاعته بيتحول لمرحله السفح بالحبيبات الرمليه المعدنيه وبالنار عشان نعمل تنظيف لسطح الجسم ونعمل له عمليه دهان يوصل لمرحله البرايمر. الباشمهندس محمود صبحي رئيس مركز ورشة المدرعات هيعرفنا على المرحلة القادمة واللي هيقول لنا بالضبط ايه اللي بيحصل هنا يا باشمهندس. اهلا وسهلا بك الاول. اهلا حضرتك يا فندم منورين المصنع قادر. الله يخليك. سعداء جدا بالجولة. سعداء جدا. ربنا يخليك يا فندم. هو هنا احنا عند مرحلة الروبوت اللي هو اللحام الآلي. فاللحام الآلي دي حضرتك بعد ما العربية بيجيلي او الجسم بيجيلي اللي هو الهل بيجيلي من على الجيك اللي موجود بيجي لي بيبقى بالصوره دي حضرتك انا بحمله على الشوايه او الروبوت الالي اللحام الالي ببدا حضرتك بعمل الروبوت ده اوتوماتيك شغال بيلحم البساط الخارجيه وبعمل حوالي مثلا 70% من البساط الخارجيه وبعمل حوالي مثلا 50% من الداخلي والباقي ممكن انا بكمله لما الجيك ينزل من على الشوايه. دي شواية مش موجودة حضرتك في مصنع قادر بس دي عبارة حضرتك عن 11 أكسس 11 محور مش موجودة في أي مكان غير في مصنع قادر. وطبعا استخدام التكنولوجيا هنا أكيد فرق كتير في الإنتاج. طبعا ده حضرتك أنا كنت في الطبيعي قبل ما الشواية دي تيجي أو قبل ما الروبوت ده يجي أنا بشتغل حضرتك لو اشتغلت مانوال عن طريق الفني فن اللحام ومكان اللحام ممكن العربيه تاخد حوالي مثلا ايه 3 ايام في 3 ايام في المرحله دي 3 ايام في المرحله دي. فحضرتك لما جالي الروبوت ده قلل من عندي الوقت حضرتك ممكن حضرتك يصل لحوالي 8 ساعات ممكن وانزل العربيه. يعني من 3 ايام ل 8 ساعات شغل في المرحله دي تم اختصارهم. تمام يا فندم. ممتاز.
فبعد كده بنزل العربية وبكمل أنا أي لحمات داخلية بتبقى بسيطة جدا، وبعد كده بتوصل لمرحلة الدهان أو بكمل الكماليات بتاعتي. وبتالي يا باشمهندس وصحح لي لو أنا المعلومة عندي مش كاملة أو ناقصة، بتالي الموضوع مش بس اختصار وقت، أكيد الروبوت دوت أو إدخال العنصر الآلي أو التكنولوجي أكيد فرق برضو في الأمان وفي السلامة وفي الجودة. أو طبعا هو أنا دلوقتي يعني أنا يعني بحمي كمان الناس بتاعتي إن هم يتعرضوا لأي مخاطر، وبيقلل من عندي الوقت زي ما قلت لحضرتك ده، وبيساعد معايا في جودة اللحام نفسها. يعني ممكن حضرتك بيطلع طبعا جودة اللحام أفضل بنسبة كبيرة من الإيد البشرية، فأنا بستخدم الإيد البشرية في الآخر حضرتك للفينش الأخير بتبقى حاجات بسيطة، لكن الروبوت عندي هو الأساس، هو اللي بيعمل الضخ في الإنتاج بشكل أكتر. تمام، لأنه قلل معايا الوقت، فإيه العربية اللي بتنزل بحمل غيرها، فيعني قلل معايا عامل الوقت. كم شخص شغال هنا في الورشة دي في الجزء ده تحديدا؟ في الروبوت أمان هو حوالي هنا حوالي يعني 2 أو 3، لأن أنا مش محتاج، لأنه خلاص دخلت عنصر الآلة، مش محتاج أكتر من كده، من العدد للتحميل للتربيط للحاجات دي. ممتاز. وبعد الروبوت بنروح على فين؟ بعد الروبوت يا فندم بنزل أعمل تجهيزات داخلية للعربية أو خارجية، وبشوف مثلا في يعني حاجة اسمها نظارات، يعني أنا مش عايز أدخل حضرتك في تفاصيل، إحنا بنحاول نشرح للناس لأنه عملية المدرعة مليانة تفاصيل تقنية ومليانة حاجات معقدة. هي المراحل بتاعتها كبيرة جدا يا فندم، وأعداد يعني المراحل إنتاج كبير. ضخم، حاجة ضخمة مش حاجة بسيطة. يعني المدرعة طبعا حضرتك معروفة، إحنا سواء شرطة أو جيش أو أي حد عايز عربية فات، فحضرتك إحنا بعد ما بتنزل من على الشواية بنجهزها، بنركب مزاغل وبنركب نظارات وبنركب أي أجزاء الشيش وبنركب التكييفات وبنركب أي أجزاء خاصة بالعربية تخليها متاحة للاستخدام البشري بعد كده. ربنا يقويكم يعني ويوفقكم، مجهود كبير وشغل كبير، والمدرعات دي في النهاية هي اللي بتحمي حدودنا وبتحمي شوارعنا وبتحمي المدن المصرية كلها. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. شكرا لحضرتك، ونورتنا. نشوفه مع حضراتكم دلوقتي ده هو مرحلة حاسمة ومهمة جدا في الورشة اللي احنا موجودين فيها، ورشة المدرعات، وهي مرحلة تصقيد جسم المدرعة فهد على الشاسية، تعتبر دي المرحلة النهائية في الورشة. نتعرف على المرحلة دي وايه اللي بيحصل فيها. سلام عليكم يا عم خالد، اهلا وسهلا بحضرتك. احكي لنا بقى ايه اللي بيحصل هنا وازاي بتتم عملية التصقيد. حضرتك دي المرحلة اللي بتيجي بعد الشواية، بعد اللحام على الشواية، لحام جسم المدرعة فهد على الشواية، تيجي مرحلة تصقيط البودي على الشاسيه، وبعد كده بيتربط ويروح لمرحلة التشطيب. ده هنا ده الشاسيه مش كده؟ وتحتيه فيه بيبقى حماية للغم الأرضي، بيحافظ على الشاسيه وعلى العربية من اللغم الأرضي، ده حماية لجسم المدرعة فهد. وتيجي بعد كده البودي بيتحط عليها ويتربط، يخش مرحلة التجهيزات والتشطيب النهائي بعد كده لحد ما تخرج العربية المدرعة فهد بالتجهيزات بتاعتها كاملة. وفي مرحلة التصقيد هل بتعملوا مثلا عملية اختبار مرة تانية للمدرعة، تأكدوا ان التصقيد ده حصل بشكل سليم تماما بالأمان والسلامة متوفرين؟ بنعمل اختبار حضرتك للشاسيه مع البودي، مرحلة يعني حركة سريعة على في الشارع بره وكده، بحيث ان نختبر قوة المسامير وقوة الرباط، بحس حتة المتانة نطمن عليها. وفي طبعا طقم من الجودة هنا والتفتيش بيراجعوا على الخطوات دي كلها. طيب في كم شخص شغالين دلوقتي او شغالين بشكل عام في مرحلة تسقيط الجسم على الشاسيه في الورشة اللي احنا فيها؟ من 4 لـ5 افراد ميكانيكية، كل واحد بيقوم بدور، وبيجي بعد كده معهم كهربائي بيقفل الضفيرة ويقفل الطابلو بتاع العربية. وانت بتلاحظ وبتراقب بقى الكلام ده كله في النهاية عم خالد؟ على الحاجات دي كلها مسؤول على الورشة هنا، ملاحظ الورشة، بنراجع على كل خطوة هنا بتتعمل. ربنا يوفقك وبشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم وشكرا لحضرتك. اللي شفناه مع حضراتكم من شوية هو مراحل تصنيع المدرعة فهد باعتبارها واحد من أهم المنتجات اللي بتخرج من مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع.
ما يحدث هنا، وهذا المنتج لا يقل أهمية أبدا بأي حال من الأحوال هنا العربية الأورال اللي بتركب عليها المدفع. عشان كده معنا المهندس خالد عيسى مدير عام التجميع يكلمنا عن العربية الأورال ومراحل التجميع والتصنيع المختلفة. أهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. احكي لنا عن مراحل اللي بتمر بيها الأورال. أولا هو المشروع ده تعاون ما بين القوات المسلحة ومصنع قادر. فبيتم القوات المسلحة بتبعت لي العربية الأورال دي عبارة عن شاسيه فاضي وبتبعت لي المدفع، وأنا بعمل تجهيزات على الشاسيه ومراحل مراحل تجميع لغاية ما بثبت المدفع ده على العربية. المدفع ده كان الأول بيتقطر في القوات المسلحة في العمليات، فطبعا ده كان بيبقى فيه صعوبة في تنفيذ المهام. لما تحمل على العربية ده بيبقى فيه المناورة بقت عالية جدا وفيه سهولة للحركة وفي تنفيذ المهام. فطبعا في مراحل تجميع كامله، بحب اعمل شاسيه مساعد علشان ابدا الحم عليه الاجزاء وقاعده المدفع. الشاسيه المساعد ده بثبته في الشاسيه العربيه الاصليه، وقاعده المدفع اللي انا بلحمها بربط فيها المدفع، وفي صناديق للذخيره علشان يقدر هو يبقى عنده الذخيره الكافيه اللي بتكفي المهمه بتاعته، بتحفظها في صناديق الذخيره وبيرجع بعد كده يتحرك بالمدفع بالصناديق الذخيره بكل حاجه. الاول كان صناديق الذخيره على العربيه لوحدها والمدفع بيتقطر، فكانت المهمه كانت بتبقى صعبه. دلوقتي الذخيره والمدفع على عربيه واحده وبيبدا حتى الطم بيبقى اقل من الاول. ده اسهل في المرونه القتاليه واسهل مع طبيعه اسهل في المناوره وفي اداء المهام. اسهل بكثير جدا، والموضوع بقى اسرع وامن بكثير، بقى امن من الاول. والعمليه دي عمليه معقده وبتتم فيها مراحل كتير. طبعا مختلفة. طبعا العمليه دي علشان تتم للمرحله اللي احنا فيها ديت مرت بمراحل تجارب وعدنا تصميم كذا مره ومرت بمراحل كتير جدا وعملنا تجارب ورمايه لغايه ما احنا في عيوب بقى بدات في التشوق لغايه ما تغطينا عن العيوب ديت وعدنا التصميم اكتر مره لغايه ما وصلنا للمرحله النهائيه. واحنا عشان نوضح كمان للناس اهميه المنتجات اللي بتخرج هنا من مصنع عادل، لان احنا قلنا في البدايه بعض المنتجات مدنيه بعضها الاخر عسكري، النهارده المدرعات والمنتجات اللي بتخرج من هنا بتساعد في حمايه حدودنا وحمايه طبعاً مدننا. طبعا طبعا. وبتستخدمها القوات المسلحه والشرطه. طبعا احنا بدليل احنا جداً. بعد ما عملنا العينه البحثيه ومرت بتجارب كتير ووصلنا للمنتج النهائي، احنا عملنا منها انتاج كبير جدا دخل القوات المسلحه في الخدمه. دخل الخدمه بالفعل. طبعا دخل الخدمه وبنعمل منه انتاج تاني. رائع. وبيتعمل في الجيش. خدوا كميه كبيره جدا منها يعني ولسه نعمل تاني ان شاء الله. ربنا يقويكم ويوفقكم وكل التحيه. متشكر قوي. شكرا لحضرتك. شرفتينا ونورتينا. شرفتنا. شكرا. متشكر قوي. دلوقتي بقى احنا موجودين مع حضراتكم في خط انتاج عربات الاطفاء، وهي ايضا منتج مهم جدا بالاضافه لكل المنتجات اللي احنا شفناها مع حضراتكم في مصنع قادر التابع للهيئه العربيه للتصنيع، اللي هيكلمنا اكتر عن مراحل الانتاج في هذا الخط وايه اللي بيحصل مع عربات الاطفاء، وهو طبعا منتج مهم جدا لسلامه وامان المصريين ولا يمكن الاستغناء عنه ابدا. هو الباشمهندس محمد ربيع مدير اداره تجميع عربات الاطفاء. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم، منورنا. شكرا جزيلا وسعداء بوجودنا وشايفه شغل يعني الله ينور عليكم. احنا هنا بنجمع عربيه الاطفاء ما يقرب من 30 سنه ومن اوائل الناس اللي جمعت عربيه الاطفاء في مصر، وهنا بنعمل عربيه الاطفاء من اول عربيه اسمها نجده الحريق اللي هي خزان 2000 لتر لحد اكبر حاجه 15000 لتر، وده كله طبقا لمصر الحمايه المدنيه المصريه. عندنا بيجي بنجيب الشتات بتاعت الشغل ديت من السوق المحلي، بتعمل لها اختبارات عندنا في المصنع، نتاكد من كل خامه ان هي دي المطلوبه بالظبط. بعد كده بتخش ليزر والكوبي بانش عندنا في المصنع هنا، وبعد كده بتخش عندنا في الورشه هنا، كله بقى بيتم جوه الورشه هنا. عندنا مكن سي ان سي بنعمل عليه التكاسيح والشغل بتاعنا، وطبقا للرسم اللي موجود عندنا بنبتدي نجمع الاجزاء بتاعه العربيه كلها. طيب بشكل عام نسبه المكون المحلي في عربات الاطفاء قد ايه؟ ما يقرب من 60%. 60%. ودي نسبه كويسه. طبعا احنا بنجيب الشاسيه بس، ده طبقا لمؤسسه الحمايه المدنيه بيبقى منشا اوروبي. بيجي منشا اوروبي او امريكي طبقا لمؤسسه الحمايه المدنيه، لكن بقيه الشغل كله بيتعمل جوه المصنع هنا. 60% بتعملها. تمام. هنشوف بقى مع حضرتك دلوقتي التفاصيل المختلفه. اول مرحله بيبقى ايه اللي بيحصل فيها؟ اول مرحله زي ما قلت لحضرتك اللي هو شغل الخزانات دوت. ده بيجي شيت ميتال من السوق المحلي، بيتقطع عندنا في المصنع وبياخد الشكل التكاسيح بتاعته طبقا للرسم الموسي بيه، وبعد كده بيبتدي يتجمع هنا.
وبعدين بيتسقط او بيتظبط يعني على العربيه وينزل بعد كده يكمل خطوات التشغيل بتاعته في المصنع. انا اتعلمت مصطلحات كتير على فكره هنا في المصنع. اتعلمت تسقيط على الشاسيه صح. تعلمني ايه كمان؟ التكاسيح. التكاسيح الاشكال اللي في الخزان دي بيتقال عليها تكاسيح. يعني الكلمه الدارجه يعني في السوق. بعد كده بتتجمع عندنا هنا على العربيه وبعدين تنزل بتكمل بقى في المصنع خطوات معالجه الاماكن اللحام. بعد كده بيرجع يضغط هواء عشان يطمن ان مفيش اي تسريب مع خطوات تانية للاختبار يعني. وبعد كده بيروح يدهن ويرجع يجمع على العربيه ويخش في مرحله التشطيب النهائي. انا ليه حريصه اسال في الحاجات دي؟ لانه الناس بتبقى شايفه منتج كبير نهائي. منتج مهم نهائي. بس ما حدش متخيل انه عربيات الاطفاء الكبيره اللي احنا بنعتمد عليها في السلامه وفي الامان، لا قدر الله لا قدر الله في حال حدوث حريق، ما حدش عارف ايه اللي بيحصل جوه عمليات التصنيع والتجميع الداخليه دي، والناس بتبقى متخيله ان هي العربيه بتيجي جاهزه كده. لا لا الحمد لله احنا زي ما قلت لحضرتك بقى لنا 30 سنه بنجمع عربيات المطاف في مصر هنا، وبفضل الله بفضل الله يعني عند العميل عنده ثقه كبيره جدا في مصنع قادر خصوصا في موضوع المطاف يعني. واحنا بنزعم يعني الحمد لله احنا لسه بايعين عربيتين لمحطه الضبع النوويه. محطه الضبع ما شاء الله. وده اللي اختاروها الروس والحمد لله بمعايير طبعا معايير A1 يعني. العربيات قبلت وخلاص داخله الخدمه عندهم يعني الحمد لله. ممتاز. المرحلة الثانية من خط إنتاج عربات الإطفاء، مرحلة تجميع الخزانات اللي فيها المية وتسقيطها على العربية الإطفاء نفسها، زي ما هنشوف مع حضراتكم وإحنا بنتكلم مع الباشمهندس محمد. دي مرحلة مهمة جدا وأساسية. دي المرحلة الثانية بعد ما بنجمع كل جزء لوحده، الخزان أو الكباين أو الشاسيه المساعد، إن إحنا نجمع كل الأجزاء دي مع بعضها ونطمن إن كلهم متجانسين مع بعض، وبيتم الاختبار طبعا معانا جزء جزء ان كل حاجه تمام. بعد كده بتنزل العربيات الاجزاء ديت وكل واحد يروح في الاتجاه بتاعه اللي هو هيختبر او هيكمل دهان او يكمل معالجه لحام. وبعد كده بنخش على المرحله الثالثه ان شاء الله اللي هي بتاعت التجميع بتاع الكلام دوت بعد الدهان والتشطيب النهائي باذن الله. طيب والخزانات دي ساعتها قد ايه من الميه؟ احنا حضرتك بنشتغل من اول 2000 لتر لحد 15000 لتر. كل عميل بيبقى له مواصفه مطابقه لمواصفه الحمايه المدنيه احنا بننفذها. حتى لو العميل عايز حاجه خارج المواصفه بتاعه الحمايه المدنيه بيتم الاتفاق مع الحمايه المدنيه، لو مفيش مشكله بالنسبه للحمايه المدنيه او العميل احنا اي مواصفه ننفذها باذن الله. دايما جمله اللي يسمع غير اللي يشوف حقيقيه جدا، لانه النهارده وانا موجوده هنا في مصنع قادر التابع للهيئه العربيه للتصنيع شفت مراحل تصنيع وانتاج لمنتجات الواحد بيشوفها في صورتها النهائيه ما بيبقاش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط في هذه المنتجات، زي بالظبط عربيه الاطفاء اللي احنا شفنا دلوقتي مراحل انتاجها من اول تركيب الشاسيه لحد تسقيط خزانات الميه لحد بقى مرحله مهمه جدا 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 وهي الشكل النهائي او التقفيل النهائي لعربيه الاطفاء، تركيب السرينه، التقفيلات الكهربائيه الموجوده فيها، الترومبه، حاجات انا اول مره كنت اركز فيها واول مره اعرف انها بتحصل في منتج بنشوفه في صورته النهائية من غير ما نعرف أو نفكر هو إيه اللي بيحصل عليه من مراحل ومن عمليات تصنيع وتجميع وإنتاج. في كل هذه العملية الجودة تبقى حاضرة ومهمة جدا، عشان كده هنتكلم مع الباشمهندسة نجلاء فتحي هي مدير إدارة الجودة هنا في خط إنتاج عربات الإطفاء. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. الجودة حاضرة في كل العمليات وفي كل المراحل، من أول خطوة بيتم فيها تجميع العربية لازم يكون فيها تفتيش خطوه بخطوه، لان عمليه التجميع ما اقدرش ان انا اعمل خطوه وارجع افكها تاني، لان خلاص تم تجميعها. ده السرينه، تركيب السرينه هنا. ده السرينه بيشوفها شغاله ولا لا. دي المرحله الاخيره اللي بيحصل فيها تقفيل عربيه الاطفاء، ايه اللي بيحصل في المرحله دي بالظبط؟ المرحله بعد ما بحط الخزان وبحط الكباين بتم بعد كده اعمل الوصلات اللي بين الخزان والترومبه واقفل كل الوصلات الميه وبعمل توصيلات الكهرباء اللي هي السرينة واللواح وكشافات الإضاءة. وبعد ما أعمل كل دوت بيتم بقى اختبارها كأداء يعني أشوفها بقى في ليجج لأي وصلات في إيه معلش؟ تسريب يعني تسريب تسريب مية لأي وصلات وكده، وبتم برضو بشيك على الكهرباء هل تمام ولا لأ، ولو في أي حاجة بيتم عملها يعني ساعتها.
وبعد ما بتتم اختبارها خلاص بعد كده بتروح المرحله اللي بعد كده الحمايه المدنيه، هي بتاخد برضو العربيه بتختبرها، تاخد بقى الاعتماد النهائي او الموافقه النهائيه. بالظبط، هي دي الجهه الفاصله بيني وبين العميل انها العربيه اوكي. بس انتوا اكيد من بدايه الشغل بتبقوا ماشيين على الجايد لاينز او الارشادات بتاعه الحمايه المدنيه. طبعا أكيد. من اول ما اعمل مواصفه للعميل على ورق لازم اكون متاكده ان مواصفاتها مطابقه لمواصفات الحمايه المدنيه، لان ما ينفعش ان انا اعمل حاجه وبعد كده الحمايه المدنيه تعترض لي، لان دي عربيه ما ينفعش ان انا طبعا اعمل حاجه وعربيه غلطي. شغاله في مجال حساس جدا، ارواح الناس. بالظبط. معدل الانتاج هنا في الخط ده ايه؟ هو حسب العربيات، يعني ممكن لو عربيه صغيره ممكن العربيه صغيره مثلا تاخد اسبوع. لو عربيه كبيره ممكن اعمل مثلا 3 عربيات في الشهر. وعدد الناس اللي شغالين هنا في الخط الانتاج ده، وانا شايفه ناس ما شاء الله شغاله باتقان وبنظام شديد، العمال المهندسين كل الناس. لا بالظبط، هم فاهمين شغلهم ما شاء الله عليهم، يعني ربنا يوفقكم. شكرا جزيلا. عفوا، شكرا، متشكرين. مستمرين مع حضراتكم في جولتنا عبر مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع. المكان اللي أنا موجودة فيه دلوقتي دوت هو مركز التدريع والتصفيح والتجهيزات الخاصة. إيه اللي بيحصل في المركز ده؟ إيه المنتجات اللي بتخرج منه؟ هناخد حضراتكم في جولة خاصة ونعرف تحديدا طبيعة المنتجات والمراحل الإنتاجية المختلفة اللي بتمر بيها. المهندس هشام عبد الفتاح مهندس تصميم هيعرفنا على المنتجات اللي بتخرج هنا من مركز التدريعات والتجهيزات الخاصة. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بك يا فندم. احنا عدينا على محطات مختلفة في مصنع قادر، شفنا عربيات الاطفاء، شفنا المدرعة فهد، ايه اللي بيخرج من هنا؟ المركز هنا متخصص في جميع عربيات نقل الاموال. احنا عايزين بقى واحنا بنتكلم عن الاموال عندنا بتحرك من اول 200 كيلو لحد 3 طن. يبقى دي صافي. اول حاجة بتخرج من هنا عربيات نقل الاموال. نقل الاموال مظبوط. على سبيل المثال العربية اللي ورانا دي عربيه بتشيل لحد 1200 كيلو نقل اموال صافي حموله، العربيه موديل مرسيدس، ودي مستوى التدريع فيها لحد مستوى الحمايه السادس، وده بيشيل طلقات لحد 61 67 51، ودي حاجه ضد الالي، دي حاجه ممتازه جدا. ضمن العربيات اللي مجهزها في عربيه اللي هي عربيه نقل اموال خفيفه، دي معموله للاماكن الضيقه والاماكن اللي بيصعب فيها دخول العربيات الكبيره. العربيه دي بتوصل حمولتها لحد 300 كيلو 400 كيلو. العربيه دي مصفحه لحد مستوى الحمايه الرابع اللي هو 67 39، ودي مستوى حمايه بيشيل برضه الالي. ضمن العربيات برضو عربيات فض الشغب، العربيه دي احنا مجهزها وزاره الداخليه. العربيه دي ان شاء الله منتج هيبقى يقابل المنتج المستورد. ده منتج جديد، ده منتج جديد، ده اول مره المصنع ينشئه. ان شاء الله مستهدف منه يبقى فيه 100 عربيه للداخليه. العربيه دي هتبقى مستوى حمايه بي 4، وده ارقى من اللي بره ان شاء الله باذن رب كده. الحمايه بتاعتها دي هتبقى على جميع الاجناب بالاضافه للسقف والاضافه الارضيه، عشان يبقى اي تعامل مع العربيات بيبقى في مستوى حمايه كامل. اللي إيه جوه مختلف عنها، عن يعني مختلف العربيات دي عن عربيات فض الشغب التقليديه او الاعتياديه؟ لا، هو فض الشغب اللي موجوده في السوق دلوقتي بتبقى مستوى حمايه بي 2، ده اقل شويه. احنا رفعنا مستوى حمايه لبي 4، يعني من طلقه من طلقه مسدس لطلقه الي. ودي حاجه تدي اطمئنان وراحه للتعامل. الخط هنا مقسم لجميع الطرازات، يعني احنا دلوقتي شغالين مع عقد كبير مع شركه ايجي كاش البنك المركزي، دي مراحل التصنيع، بالاضافه ان احنا في عربيات تخصصيه. احنا بنجهز عربيه جديده نقل اموال ان شاء الله. العربيه دي على شاسيه ايفيكو، العربيه دي ممكن تشيل لحد 2 طن صافي حموله بشاسيه تجهيز من الصفر. 2 طن صافي حموله. ولما بتقول شاسيه تجهيز من الصفر معناه انتاج الشاسيه؟ يعني انا هوريك شكل الشاسيه دلوقتي كده. الشاسيه ده احنا المصنع هنا تجهيزات فيما بعد الشاسيه. لكن ده المنظر، لكن انا عارفه انه عندكم خطه لانتاج الشاسيه فيما بعد ان شاء الله. ان شاء الله، يعني ده المنظر اللي بيجي على العربيه هنا التجهيز. المنظر ده هيوصل مستوى العربيه كامل. تشوف فيه عربيه كامله بمستوى الحمايه بكل الرحل. مستوى الامان عندنا راقي جدا. احنا العربيات كلها تراكنج، يعني بتبدا تتشاف من على الجي بي اس. العربيات كلها بتبدا انك حضرتك تعملي بزرار واحد يقفل كل سنتر لوك العربيه لو حصل خطر. العربيه في بعض منها الطرازات والاوبشن بتاعها ان ممكن يبقى في منطقه مراقبه، يعني مركز مراقبه، ان ممكن لو في خطر يدوس على الزرار يقفل العربيه في مكانها. حتى لو في حد جواها او حد براها ما يقدرش يتحرك. يعني تجهيزات امان عاليه عاليه جدا. عالي جدا. احنا يعني بننافس كده او بنوازي تجهيزات الامان اللي بره مصر. بالاضافه ان احنا في عربيات برضو بنعملها طرازات حديثه، زي عربيات اللي هي في عربيه قدام دي بتعمل مركز السيطره والتحكم، ودي معموله لجهات في الجيش، دي عشان خاطر ان ممكن يبقى في نقطه سيطره وتحكم متحركه يبدا يتعامل معاها مباشره في ساعه الحادثه. دي العربيه ان شاء الله تحت تجهيز العربيه دي
في خلال 4 شهور ان شاء الله يكون العربيه دي ان شاء الله ظاهره ومحتوى ان شاء الله تخش ايدكس. وعندكم هنا برضو الاي تي ام. الاي تي ام احنا عملنا للبنك الاهلي فوق 20 عربيه اي تي ام. العربيه دي تجهيزها وكانت اول مره في مصر يعمل تجهيزها لذوي الاحتياجات او ذوي الهمم. ان العربيه ممكن يتعامل فعلا فيها كل التجهيزات تساعد ذوي القدرات الخاصه. بالاضافه برضو بنك خط سويس كانت في المعرض ان برضو لذوي الهمم في توجه ان احنا نراعي بتوع ذوي الهمم ان هو يحس باريحيه. وده موجود في كل يعني في كل الحاجات اللي تتعامل مع المواطنين. الدولة مشروعات جديده مدن كل خدمات حاجة. كل شيء كل حاجه كل حاجه كل حاجه. بالاضافه ان احنا بنعمل عربيات فض شغب دي اللي هو العربيات اللي هي للكشف عن المفرقعات دي برضو بنجهزها في المصنع هنا. ممتاز. كل ما هو وان شاء الله بنستهدف كمان في 4 احنا وقت وصلنا لحد 12 موديل تجهيز حاجات جديده كلها وان شاء الله بنستهدف كمان 3 موديل جديده. نسبه المكون المحلي في المنتجات الثلاثه دول ايه؟ فوق 60%. فوق 60% يعني الشاسيه بعد كده تروح على مصر. احنا لاول مره قدرنا ان احنا مع شركات داعمه في مصر هنا كده ان احنا ندخل ازاز محلي يرتقي للمصدر. وهنروح نشوف المكان اللي فيه الازاز ده لانه برضو فيه تكنولوجي مهمه. لاول مره مصنع مية الحربي واستوردنا منه صلب مدرع وده ما كانش بيصدر في مصر. مصنع مية الحربي ده مصنع صديق لينا. لاول مره في مصر بقى فيه صلب مدرع 100% مصري. ده كل المكونات كده. ده وفر كتير بقى قوي في عمليه التصنيع. وفر في التصنيع صعبه والامان برضو ان هو مستوى الجوده بتاعت مصنع مية الحربي توازي المصانع بتاع بره. طبعا يعني ضرب النار هنا ممكن ان شاء الله لو دخلت المعامل ضرب النار موازي للشركات اللي بره. المستوى الخواص بتاعتهم نفس الجوده بتاعت بره حاجه ترتقي جدا. طيب المنتجات دي احنا بنتكلم عن عربيات نقل الاموال بنتكلم عن عربيات فض الشغب بنتكلم عن الاي تي ام الحاجات دي كان لو ما كناش احنا بنصنعها هيتم استيرادها من الخارج. كلها 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 نقل الاموال دي التكنولوجيا دي يعني دي مستحدثه. قبل كده كان الاسهل استيراد ما كانش حد فكر ازاي يعمل حاجه كامله. استهداف الهيئه من حوالي 5 سنين وصلنا عمله صعبه كتير 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 كتير. احنا كمان يعني دلوقتي في توجه كمان ان احنا نختار شاسيهات محلي. يعني مثلا شركات محلي شاسيهات نبدا نجيب حتى الشاسيه نفسه يبقى موجود من مصر هنا. ولو قدرنا نوفر الشاسيه هنبقى بنتكلم عن نسبه مكون محلي اعلى من 60% بقى في المية. بكتير 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 يقتصاد يقترب من كامل المنتج ممكن فوق 90% ممكن فوق 90%. لان خلاص كده احنا الازاز الصلب المدرع دلوقتي كل الخامات بنوفرها محلي. لو الشاسيه بس اتقرب منه المسافه خلاص الموضوع كده هيبقى قرب. ممتاز. شكرا لحضرتك. شكرا جدا. شكرا. تعرف بحضرتك يا باشمهندس. اهلا بيكي. انا محمد الخطيب مهندس قطاع الانتاج. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. احكي لنا بقى شويه عن عربيات نقل الاموال ده النوع الخفيف مش كده؟ النوع الخفيف بالظبط. العربيه هنا احنا بنتكلم على عربيه جديده هي عينه اول مره ننتجها في المصنع. هي العربيه بتستهدف التارجت الكلاينتس اللي بيكونوا عايزين ينقلوا اموال قليله يعني مش لازم تكون عربيه كبيره. وكمان تكير انه في شوارع بتكون ضيقه في اماكن معينه بتحتاج عربيه تكون حجمها صغير بالتصميم ده بالظبط كده. العربيه هنا تصميمها بيعتمد ان هي تكون مجهزه تنقل حوالي 60 مليون جنيه. 60 مليون جنيه بيميز العربيه. بيطلبوا منكم يعني العميل هو اللي بيطلب ده بالظبط. هو على حسب هو دلوقتي مثلا لو بينقل من فرع مركزي او فرع رئيسي لافروع في اقاليم او في محافظات تانية ما بينقلش كميات كبيره غير لما يكون بينقل حاجه تانية يعني. لو هنتكلم طبعا على تصميم العربيه مصممه بشكل مختلف وشكل جديد. نسبه الانتاج العربيه يعني الشاسيه والمنتجات اللي في العربيه نقدر نقول ان هي محليه بنسبه حوالي 60 او 70% كمان تتجاوز. كمان لان الصلب محلي الشاسيه بالكامل محلي. في بعض المنتجات الالكترونيه اللي طبعا مش بتصنع هنا بنضطر نستوردها من بره بنسبه حوالي 25-30%. طيب احنا ده النوع اللي هو الخفيف زي ما بنقول لكن في نفس الوقت معايير السلامه والامان بالتاكيد مرتفعه طبعا ملهاش علاقه بالحجم بالزبط. او بالوزن بالظبط. هو معايير السلامه طبعا العربيه مصفحه بمستوى حمايه بي ار 4 ده بيتحمل لحد عيار 9 ملي وكذلك معلش اشرح لنا موضوع مستويات السلامه دي يعني الاكواد دي او الارقام دي بتعني ايه او بتشير هو ده بيرجع لنوع الصلب المدرع اللي موجود في العربيه. احنا هنا بنستخدم صلب مدرع بمستوى حمايه بي ار 4 بي ار 4 يعني بتحمل طلقات عيار 9 ملي. دي بتكون برضو الازاز المدرع نفس مستوى الحمايه للكابينه طبعا وغرفه الحرس والخزينه لان العربيه طبعا مكونه من 3 اجزاء
جزء الكابينه ده بيكون فيه السواق وقائد المركبه، وجزء غرفه الحرس ده بيكون فيه اثنين حرس معهم السلاح بتاعهم، بالاضافه للخزينه الجزء الخلفي اللي ورا، طبعا بالاضافه للاجزاء الموجوده في العربيه زي مزاغل ضرب النار. مزاغل ضرب النار العربيه فيها ثلاث مزاغل ضرب النار، واحد يمين عند السواق واحد يمين جنب قائد المركبه، لو لا قدر حصل تعامل اي هجوم يحصل التعامل بالظبط كده بيطلع السلاح بالظبط. بتبقى في فتحات جوه، فتحات مخصصه العربية. ومصممه خصيصا ان هي تبقى يطلع منها السلاح الالي ويتم تعامل لا قدر الله في حاله الطوارئ. ممتاز، شكرا لحضرتك. ميرسي جدا. المنتجات اللي احنا شايفينها مع حضراتكم هنا في المركز ده او في خط الانتاج دوت، سواء عربيات نقل الاموال او عربيات فض الشغب او ماكينات الاي تي ام، كل الحاجات دي بتبدا بالتصميم. عشان كده النهارده اللي هيكلمنا عن التصميمات، معايير التصميم، كيفيه المراحل او كيفيه المرور عبر التصميم من مجرد ورقه او فكره لمراحل التنفيذ، هو المهندس احمد ناصر، المهندس بقطاع التصميم والبحوث. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. على حضرتك التصميم ده كله انت اللي عامله بالظبط؟ ازاي بقى؟ بص حضرتك، احنا في البدايه بيبقى احنا هنستوحي الفكره او البروجكت اللي احنا نشتغل فيه بيبقى بناء على الاحتياجات بتاعه الجهات المعنيه اللي احنا متخصصين في الشغل معاها، او الجهات الخاصه اللي موجوده عندنا في السوق، اذا كانت عربيات مدنيه او اذا كانت عربيات عسكريه بطابع او بتشغيل مدني، او اذا كانت عربيات عسكريه بتشغيل وطابع عسكري. زي ما حضرتك شفتي مع الزملاء، العربيات نقل الاموال دي عربيات عسكريه، عربيات مصفحة بس بطابع تشغيل مدني. احنا بنرتكز فيها على الفكرة والتصميم طبقا لما توصل اليه احدث المنتجون او اكبر الاسامي المصنعة في العالم. بنبدأ الفكرة بالمذاكرة والاجتهاد ونبدأ على التصميم لحد ما نوصل لاعلى المعايير العالمية طبقا لطلبات الجهة، لان احنا مش موردين ولا مستوردين، احنا المصنعين، احنا اللي بنديزاين واحنا اللي بنصمم واحنا اللي بنصنع المنتج طبقا للجهة اللي محتاجة. طيب. البرودكت او العربية دي، خليني اطبق ده معاك على العربية فض الشغب دي. بدأتوا تشتغلوا على الفكرة دي ازاي وفقا لأي احتياجات، وكان ايه التصور النهائي؟ بالنسبة لبروجكت زي ده، العربيات دي كانت قديما بتستورد كلها كاملة من بره. بدأنا ندخل على الويب سايتس وناخد مواصفات وناخد سبيكس للعربية بالرولز اللي هي بتشغل فيها وطبيعة التشغيل بتاعة العربيات، بدأنا نحط نفرغ كل ده على التصميم. يعني عربية زي دي هتستخدم في أعمال فض الشغب مع قوات الأمن المركزي أو التدخل السريع، فلازم يبقى في معايير أمان معينة. ماشي، احنا حاولنا على قد ما قدرنا نطبقها في الديزاين اللي احنا عاملينه. والعربية دي لسه في مراحل الانتاج، يعني ما انتجنا دي عربية جديدة، دي لسه أول عينة بتتعمل في البروجكت ده. العربية دي احنا لما عملنا سيليكشن على شاسيه بلاتفورم كويسة، تكنولوجي البادي اون فريم، مزود بماكينة 4 سلندر 150 حصان بحمولة تصل إلى 9 طن، لأن العربية بناء على طلبات الجهة وبناء على الجوب أو التاسك اللي العربية تقوم اللي هي الوظيفة اللي هتقوم بيها العربية، محتاجة درجة حماية توصل للبي ار 4، كبسوله مغلقه للارضيه والاجناب والسقف بتاع العربيه، وفيها تجهيزات برضو طبقا للمصنعين العالميين اللي بيحطوا بيزودوا العربيات بيها من عندكم أنظمة. خطه، معلش بقطعك بس جه في بالي دلوقتي، عندكم خطه للتصدير الخارج؟ طبعا احنا بدانا نصدر، يعني احنا مصدرين اسعاف مصفح لبوركينا فاسو، ومصدرين نقل اموال للسعوديه، ومصدرين لليبيا، وفي عقود كتير شغاله دلوقتي بنصدر فيها وبنحاول نبيع، لان دي نقطه مهمه جدا. مصنع قادر، انا شايفه انه في خطة للاستغناء عن الحاجات اللي بتيجي من بره في مواد الخام او في المواد الاساسيه، وشايفه في خطه لان احنا نرفع نسبه المكون المحلي من كل المنتجات، فان يكون عندنا كمان خطه للتصدير دي حاجه ممتازه ان شاء الله يا فندم. بامر الله احنا كل جهدنا ان احنا نزود الصادرات. يعني احنا بنحل مشاكل نقدر نصنع منتج محلي نحقق الاكتفاء الذاتي وبعد كده نقدر نصدر براحتنا. بكل التوفيق وبشكرك شكرا جزيلا. شكرا. عمليات
التقطيع والتلزيق وتجميع الأخشاب اللي تابعناها مع حضراتكم في النهاية بتخرج المنتجات اللي احنا شايفينها دلوقتي، أثاث خشبي على جودة ومستوى عالي جدا، وبيتم استخدامه استخدامات متعددة وبجودة كمان مختلفة. هتكلمنا عن العملية دي وإيه اللي بيحصل هنا في ورشة النجارة أو مصنع النجارة المهندسة رانيا محمود. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. احكي لنا بقى ورشة النجارة أو مصنع النجارة إيه طبيعة العمليات اللي بتتم فيه؟ احنا مركز نجارة في مصنع قادر مسؤول عن أي منتجات خشبية يمكن إنتاجها، زي منتجات أثاث مثلا منزلي أو أثاث فندقي مكتبي، أي منتج خشبي أنا أقدر أتعامل فيه، حتى في تداخل مع منتجات المصنع لو في منتج خشبي أو تجليد موجود داخل أي عربة إحنا برضو ورش نجارة بنقوم بيها. إحنا عندنا هنا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي في ماكينات الحمد لله على مستوى عالي من التقطيع أو التشكيل للأخشاب، ماكينات الراوتر، وعندنا ماكينات لزق الشريط الحرف وماكينات التخريم. إحنا بنشتغل بجميع مستويات أو أنواع الأخشاب اللي نقدر نشتغل بيها، إذا كانت أخشاب طبيعية أو الـ MDF الملزوق ملامين أو الفومار اللي هو بيتعمل منه الأبواب، مش كده؟ الـ MDF أي ممكن أبواب، ممكن غرف نوم، كل حاجة حسب المواصفات اللي طالبها العميل أو ما يواكب السوق. والحاجة اللي إحنا شايفينها هنا المنتجات النهائية شكلها جودتها عالية قوي، وده بنشوفه في المعارض برا. الحمد لله احنا هنا عندنا جودة وشغالين على مستوى اللي يناسب السوق ونقدر احنا الحمد لله ننافس فيه، غير ان احنا كمان عندنا هنا مقاييس او معايير لازم نلتزم بيها، زي يعني ما اقدرش اشتري اي جودة خشب او اقدر اشتري اي نوع، لازم تبقى حاجة بمعايير معتمدة. والأذواق كمان مختلفة، أنا شايفة في حاجات تتراوح ما بين المودرن للكلاسيك شوية وأذواق حلوة. لازم ندي العميل الفرايتي اللي هو محتاج لها. أنا عندي هنا الكتالوج بتاعي أقدر أنفذ منه، وعندي الفرايتي إن العميل لو هو عنده الديزاين بتاعه أنا أعمله له. وطبعا قبل ما بنعمل إذا كان فندق أو أي حاجة بيتعمل الأول عينة معتمدة كاملة عشان نقدر بعد كده نشتغل. طب هسألك بقى سؤال، الأسعار أخبارها إيه؟ لأنه إحنا شايفين في السوق طبعا بشكل عام نتيجة للظروف العالمية الأسعار بترتفع، لأنه أسعار المواد الخام ومن ضمنها الخشب كمان ارتفعت على مدار الكام شهر اللي فاتوا، فالمعارض أسعارها بقت غالية جدا. الحاجات اللي بتخرج من مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع أسعارها أقل من بره ولا زي بره؟ في بعض المنتجات إحنا بنقدر إن إحنا ننافس فيها بالأسعار في السوق، لأن أنا طبعا ليا يعني الهيئة ليها مصادرها الخاصة في تمويل أو شراء المنتجات أو الأخشاب بتاعتها للتصنيع، فده طبعا يديني انا اوبشن كويس اقدر انافس بيه في الاسعار. غير ان انا برضو لما حد بيجي هنا باسم الهيئه بيبقى عارف ان هو هياخد شغل كواليتي عالي، فلما بيلاقي لو انا قريبه شويه من اسعار السوق بيبقى هو يعني يفضل ان هو يتعامل معنا لمجرد ان هو عارف هو واخد شغل مننا. مطمن بالظبط كده. الحمد لله. بشكر حضرتك وبالتوفيق. سي لحضرتك. شكرا. عربيات الإطفاء للمدرعات اللي بتستخدم استخدامات عسكرية، لعربيات نقل الأموال، للATM، عربيات فض الشغب، كل دي مراحل مرينا بيها داخل مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، وصولاً بقى دلوقتي لمسألة دخلة في كل البيوت، منتجات دخلة في الوزارات، الهيئات، المؤسسات، وهي مصنع البلاستيك. هنا في منتجات بيحتاجها الجميع ومنتجات مختلفة شوية عن اللي احنا شفناهم مع حضراتكم في الجولة في هذه الفقرة الخاصة عبر برنامج 90 دقيقة، وهتعرفنا بقى تفاصيلها وتعرفنا طبيعة المنتجات ونوعيتها وبتستخدم في ايه المهندسة سعاد فاروق مدير الإدارة العامة للبلاستيك لإنتاج البلاستيك، مش كده؟ أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. احنا في البداية بنتشرف بيكم بوجودكم في مصنع قادر. مصنع قادر يعتبر صرح وقلعة من الصناعات المعدنية حقيقي. دلوقتي حضرتك انت في ورشة البلاستيك تبع الإدارة العامة إنتاج البلاستيك. احنا هنا بننتج جميع مستلزمات يعني جميع المنتجات اللي اساسا فيها الخامة البلاستيك، البيور من بولي إيثيلين وبولي بروبيلين، بننتج بساقة القمامة، بننتج الخواز الصناعية، بننتج بساقة الفاكهة للمناولة اللي بتستخدم في الحقل والتخزين، اللي بتتحمل درجات الحرارة من -35 لحد 80 درجة مئوية. بتتميز المنتجات بتاعتنا انها طبعا من الخامة البيور
غير طبعا غير مضافة لها أي ريسايكل، وإن كنا في بعض الأحيان لجأنا أن احنا نشتغل ريسايكل طبقا لحاجة السوق وطبقا لمتطلبة العملة. لو بقى صديق للبيئة يعني طبعا، علشان طبعا منتجات الريسايكل بتحتاج 3000 يعني البلاستيك في حد ذاته عايز 3500 سنة عشان يتحلل ويرجع للأرض لطبيعته تاني. فطبعا لازم احنا برضو ندخل ايه كميات من الكميات الخمر ريسايكل في الإنتاج. ايه كمان هنا بيتم إنتاجه في الخط دوت أو في المصنع ده؟ هو حضرتك جميع إدراج التخزين للعدد والمخازن، جميع أثبتة ثبت المناولة، ثبت الفاكهة الحقلي، ثبت ال 60 × 40 × 14 سنتي دوت متميز جدا في جميع التلاجات، التخزين والتصدير والتصدير بيطلبوها عشان درجات الحرارة المنخفضة. في طبعا باسكة القمامة اللي بيتميز دلوقتي بتطلبه وزارة البيئة وبتطلبه وزارة الصحة، لأن طبعا من الخمل بيورو بيتحمل النفايات والكيماويات ومضاد طبعا لدرجات الحرارة العالية والمنخفضة. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا، سعدت بلقاء. شكرا. نتابع مع حضراتكم جولتنا في مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع. لفت نظري حاجة مهمة جدا، لأنه وأنا جاية كان عندي انطباع سائد أو حاجة كده في ذهني، صورة ذهنية راسخة أنه كل المنتجات اللي أنا هشوفها في المصنع هنا هي منتجات ثقيلة، معدات، عربات إسعاف، مدرعات، المراكز التكنولوجية المتقدمة، العربيات المصفحة الكبيرة. فوجئت بقى وأنا بشوف المنتجات دي النهاردة زي السكوترز اللي هي العجل اللي بيشتغل بالكهرباء يعني، والعجل اللي هو بيتم استخدامه في الحاجات الحياة اليومية والناس بتستخدمه في يعني الرياضة ومستخدمات كتير مختلفة، لأنه الحاجات دي أولا بتمشي مع الاتجاه العالمي كله أن تكون كل وسائل التنقل صديقة للبيئة، وتكون كل وسائل التنقل بتستخدم التكنولوجيا المتطورة. السكوتر ده مثلا تم إنتاج هنا منه 150 قطعة أو 150 واحد في المصنع هنا، وبيمشي على سرعة 170. ناس كتير النهاردة بتفكر في ده كبديل للسيارات مع ارتفاع أسعارها ومع صعوبة استيرادها. العجل كمان مسألة مهمة جدا، وده كان جزء من مشروع عملوه المصنع مع وزارة الشباب والرياضة على 3 مراحل. في كل مرحلة تم إنتاج مجموعة من العجل، وبعد كده أصبح الأمر مفتوح للمواطنين العاديين. فدي واحدة من المنتجات المهمة جدا واللي كانت تخالف الصورة الذهنية السائدة عندي وأنا جاي أشوف المنتجات الثقيلة والكبيرة في مصنع قادر. كنت جاية أصور مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، فوجئت إن إحنا موجودين في مكان فيه أكتر من 30 مصنع جوه نفس المصنع الواحد. فوجئت أكتر لما لقيت التنوع الكبير في المنتجات، مع إن إحنا استمعنا إلى شرح مفصل، وطبعاً المعلومات حوالين المصنع موجودة وقائمة وعلى الإنترنت وفي كل مكان، وناس عارفة التاريخ الطويل لمصنع قادر وزي إنه بيعود إلى أو له كده يعني ملمح وطني في تاريخ مصر. لكن في نفس الوقت برضو ده ما يمنعش قد إيه النهاردة اندهشت بشكل كبير جدا لما شفت النهاردة زي إحنا بنتكلم عن معدات لإطفاء الحريق، زي بنتكلم عن مدرعات، زي بنتكلم عن منتجات خشبية، أساس موجود، حاجات لي علاقة بالبلاستيك بتستخدم في كل البيوت، بتستخدم في كل الهيئات، في كل الوزارات، في كل المصانع والجهات المصرية. شفت العجل والسكوترز مع حضراتكم مستعرضنا الكلام ده، شفنا عربيات الجولف، شفنا العربيات بقى اللي بتستخدم استخدامات عسكرية، شفنا عربيات فض الشغب، شفنا ماكينات الاي تي ام وعربيات نقل الأموال. التنوع الكبير دوت والشغف الكبير والإتقان الكبير في العمل اللي احنا لمسناه من كل الناس اللي موجودة هنا في المصنع الصراحة، بالتنوع الكبير في خبراتهم ما بين مهندسين لموظفين لإداريين لعمال، كلهم ليهم كل الشكر والتقدير والاحترام والتحية. كل التنوع اللي شفناه النهاردة دوت يثبت شيء واحد، احنا صحيح موجودين في مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، ونحن قادرون على الإنتاج وقادرون
على التصنيع وقادرون نحن ننقل مصر إلى مكان آخر تماما، مكان لا نحتاج فيه إلى الاستيراد من الخارج، مكان نقدر فيه نصنع كل احتياجاتنا، مكان نقدر فيه بالعكس كمان نصدر إلى الخارج. أنا بشكر حضراتكم على متابعتنا النهاردة، وهذه الجولة ستكون مستمرة معكم عبر مصانع أخرى وطنية موجودة في مصر بتشتغل بأيادي مصرية وتثبت أننا قادرون.